اهلا وسهلا فيكم مشاهدين برنامج سيدتي. اكيد راح نكون معاكم انا وزميلتي مها ساعتين على الهواء بمواضيع مميزه وضيوف مميزين. اهلا وسهلا مها. هلا اودي واسعد الله اوقاتكم مشاهدينا بكل خير. اكيد انتم على موعد مع برنامجكم المفضل والجميل واللي تحبونه برنامج سيدتي. اليوم عندنا مواضيع مميزه كالعاده واخبار وضيوف وهابي ويكند بالمناسبه. يعني مشاهدينا خلونا نطلع نشوف العناوين ونرجع لكم. سيدتي تزور مريض السمنة خليل وتلتقي الطبيب المبادر بعلاجه. مع نمو سوق البيانات مختص يوضح أسعار بيع معلوماتنا الشخصية فيه. أول ميكانيكية سعودية تعمل في فورمولا إي الدرعية تكشف عن التفاصيل لسيدتي. هل تقبلين الزواج من شخص أجرى عمليات تجميل؟ نبدأ معكم مشاهدينا بجولتنا الإخبارية. وأصدرت وزارة الداخلية اشتراطات جديدة خاصة بالمغادرين من المملكة وحتى القادمين إليها، ومن أبرز هذه الاشتراطات للمغادرين حصولهم على الجرعة التنشيطية لمن أمضى مدة 3 أشهر على أخذ الجرعة الثانية، وتقديم فحص PCR قبل القدوم إلى المملكة للجميع بما فيهم المواطنين، ويكون مدته لا تقل عن 48 ساعة. وأخيراً يسمح بدخول المواطنين والذين أصيبوا بفيروس كورونا بعد إتمامهم مدة 7 أيام لمن تلقوا جميع الجرعات أو 10 أيام من لم يتلقوا التحصين ضد فيروس كورونا. جميل هذا الخبر، يعني وفي النهاية كله لمصلحتنا ومصلحة الجميع وسلامتنا، وأكيد يعني لازم كلنا نلتزم، لازم كلنا نطبق. يعني مفروض أنه ما حد يتأفف من مثل هذه القرارات، أنه يقول لك جرعة ثالثة PCR وإلى آخره. يمكن أول صح كانت 72 ساعة، بس الحين يمكن قننوها إلى 48 ساعة. وبصراحة برأيي بالعكس، هذا يمكن أمننا وأفضل، ويمكن كثير بعد من المتحورات الجديدة اللي قاعدين نشوفها في العالم. يعني صح. أنا ما عندي استعداد أنه أنا أكون مثلاً حريصة جداً، أهلي حريصين، مثلاً عندي أب أو أم تعبانة أو جد أو جدة أو أحد كبير عندي في البيت ممكن ما يتحمل. إحنا شباب، وارجع وأقول وأكرر، يمكن الحمد لله ربي منعم علينا بالصحة والعافية. الناس اللي يمكن خاف عليهم أكثر شيء هم الأطفال الكبار بالسن، واللي عندهم مشاكل صحية، مشاكل في الصدر وإلى آخره. فالواحد قد ما يقدر يتبع خلنا نقول التوجيهات قد ما يقدر. حتى يمكن قبل فترة كانوا يقولون اللي ما يحتاج يسافر، ما هو ضروري تسافر. يعني بعدين أصلاً وش نبي نسافر؟ كل شيء عندنا صار، الترفيه عندنا وكل حاجة، والجو الزين والبحر والبر والجبال وحتى سنو عندنا. فأحس يعني في الوقت الراهن اليوم ما أحس أن المواطن يحتاج يسافر زي من أول من زمان. فعشان كذا إحنا لازم نحرص، واللي لابد أنه يسافر يعني ينتبه وينفذ كل خلنا نقول التوجيهات اللي أصدرتها. وأكيد بالأول وبالأخير هذا كل شيء لصالحنا إحنا 100%. خلونا نطلع معاكم على خبرنا الثاني. أعلنت وزارة الثقافة عن إطلاق مبادرة منصة ممارسي الثقافة والمحتوى الرقمي، وهي عبارة عن شبكة رقمية موحدة لجميع الممارسين السعوديين في مجال الثقافة والمحتوى الرقمي في مختلف المجالات. احنا ملاحظين انه ده كل ما لنا ما شاء الله قاعدين بزود في التطور اللي احنا قاعدين نوصل له، صاير كل شيء قاعدين نخصص له مكان الناس تتوجه له، الشباب المهتمين يتوجهوا له، فهذا شيء مرة حلو. صحيح، أتفق معك طبعا. وفي خبر آخر جميل، أعلن صندوق التمويل الثقافي عن مبادرة جديدة تتكون في برنامج تمويل القطاع أو قطاع الأفلام، واللي راح يفتح الآفاق لجميع الصناع الشغوفين لحياكة تحف بصرية نوعية وجديدة وترفيهية، أكيد تخلد قصص المملكة وتنقل ثقافتنا ومجتمعنا للعالم. وهذا يمكن اللي قاعدين نشوفه إحنا اليوم. يمكن كثير أفلام شفناها سواء كانت واقعية أو مش واقعية، لكنها في نهاية المطاف تعكس ثقافتنا، تعكس يعني. يمكن كنا نحكي قبل كم يوم، كنت أقول كنا نحكي، ما أدري إذا كنت معانا، عن الاستنساخ المسلسلات أو شكرا لك. أي
أنا وأنت وريم كنا نحكي عن موضوع إن كان في عندنا خبر أظن أو موضوع إنه استنساخ فيلم أو استنساخ مسلسل أو قصة أو إلى آخره. أنا أرجع أكرر ويعني خلنا نقول وجهة نظري إنه أنا ضد الصراحة. حلو إنه إحنا نطلع بشيء من عندنا، يعني إحنا ثقافتنا متنوعة وزخمة بالضبط، فيها تفاصيل، فيها أشياء، وأصدمك ترى فيها أشياء ثقافتنا للأسف إحنا جيلنا يعني ويمكن اللي أصغر منها ما نعرف عنها. في أشياء يعني أجدادنا وأمهاتنا واللي قبلهم كانوا يعيشونها، كانوا يطبقونها في حياتهم، إحنا يمكن ما نعرفها بحكم التطور، بحكم يعني خلنا نقول صرنا دخلنا في العولمة اللي هو خلاص العالم كله صار يشبه بعض. فما يمنع، بالعكس أنا مرة مبسوطة بهذا الخبر، حلو. يمكن كثير مننا إذا مو بكلنا مدمنين على الأفلام والمسلسلات، أتوقع الكل صار يحب يتفرج على الأفلام، فليش لا إنه إحنا ما نستغلها، هي صح إنها ترفيه لكن تكون ثقافية في نفس الوقت، ونظهر ثقافتنا للعالم بشكل عام وبشكل خاص حتى للأجيال القادمة. فعشان كذا هذا خبر جدا إيجابي. خليني أطلع معاك في خبر بعد حلو راح يهم كل أولياء الأمور. إعلام مدرسة الدينام البريطانية أحد أعرق المدارس البريطانية اللي يبلغ يمكن عمرها 425 عاما، عن فتح أول فرع لها في المملكة. وطبعا هذا يأتي ضمن برنامج استقطاب المدارس العالمية التابعة للهيئة الملكية لمدينة الرياض. الله، يعني حلو. حلو دائما اقول يا اودي الامانه حلو ان احنا ناخذ من الغرب الاشياء الحلوه، الاشياء الايجابيه الحلوه اللي فعلا راح تضيف لنا. شكرا لك، راح تضيف لنا. مع احنا راح نحافظ على عاداتنا وتقاليدنا، اكيد هذه ما حد يختلف عليها، لكن دائما اقول بالعكس بالعكس بالعكس. وعشان كذا يمكن نشوف حتى قبل هذا الخبر او قبل ما يعلنون انهم راح يفتحون فرع، كثير مبتعثين، كثير قبل المبتعثين كانوا يسافرون ياخذون دورات، يتعلمون انجليزي، يتعلمون لغات اخرى. فبالعكس ارجع اقول ما شاء الله، يعني خبر حلو وإيجابي في نفس الوقت. خلوني أطلع معاكم في آخر أخبارنا اليوم. ينظم معهد الإدارة العامة مؤتمر الابتكار ومستقبل العمل الحكومي، واللي راح يكون برعاية كريمة من معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي. ويسعى هذا المؤتمر إلى تنمية الإدارية وتعزيز الابتكار ضمن منظمة العمل الحكومي. للحديث أكثر عن هذا المؤتمر يسعدنا أنه ينضم لنا عبر الهاتف مهند أبو عبيد. أهلا وسهلا فيك. حياكم الله، أهلا وسهلا فيكم بجميع المشاهدين. أهلا وسهلا عهود، أهلا وسهلا مها، وشكرا على تحت الفرصة. أهلا وسهلا فيك. يا ريت تكلمنا شوي عن هذا المؤتمر أو هذا الشيء اللي نسويه. بكل تأكيد، بداية شكرا لكم عطيتونا الفرصة. خليني أبدأ معكم ببريف بسيط. يعني المؤتمر هذا جاي بالتزامن مع مرور 60 سنة على إنشاء معهد الإدارة العامة، هذا الكيان الصرح العريق في تاريخ مملكتنا، وأيضا متواكب مع اللي يشهد العالم من تغييرات متسارعة في كل جوانب الحياة، من ضمنها طبعا التنمية الإدارية. على سبيل المثال خلال 20 سنة الماضية يعني صار في الكثير من التغييرات في توجهات ومفاهيم التنمية الإدارية. تحول الحديث من أننا نركز على التنمية الإدارية إلى أننا نركز على التميز والريادة، وتجلت أهمية الموائمة بين السياسات العامة وأهداف التنمية المستدامة اللي تسعى لها الدول. وهنا يأتي بروز دور التحول الرقمي والتكامل بين المؤسسات الحكومية، وزاد التركيز طبعا على الابتكار الحكومي أنها كأحد الوسائل اللي تهدف للتحديث والتحول ونواكب التغييرات. أهداف المؤتمر طبعا لها يمكن يعني ثلاث أهداف رئيسية. أولا أننا نكشف عن التحديات وفرص الابتكار في القطاع الحكومي، وهذا يعتبر شيء جديد وحديث. أيضا أننا نمكن الأجهزة الحكومية من تحديد ملامح مستقبل العمل الحكومي مع هذه التغييرات اللي تحصل، وهذا يتم من خلال الهدف الثالث استعراض أبرز التجارب والممارسات المحلية والدولية اللي لها علاقة بالابتكار والتنمية الإدارية. أستاذ مهند، كلمنا عن أبرز المحاور والمواضيع اللي راح يتناولها هذا المؤتمر. على مر يومين راح يكون عندنا إن شاء الله أربع محاور رئيسية. أبدأ معاكم المحور الأول اللي هو محور الابتكار الحكومي اللي هو الأساس. طبعاً إحنا نعتبره أنه محور أساسي في مبادرات التحديث والتحول الحكومي، بل خليني أقول هو عامل حاسم في نجاح حكومات المستقبل. عشان كذا راح يتناول هذا المحور فرص وتحديات الابتكار وبناء ثقافة الابتكار في العمل الحكومي، اللي مثل ما ذكرت قبل قليل أنه يعتبر شيء جديد وحديث في العمل الحكومي على مستوى العالم. المحور الثاني راح يكون محور السياسات العامة،
طبعا الجميع يعرف ان السياسات العامه مرتبطه بشكل مباشر بالعمل الحكومي، لان لها دور كبير في تحقيق مستهدفات العمل الحكومي، فينبغي لها طبعا انها تتحول للابتكار والتجديد بطريقه تمكنها من تحقيق كل المستهدفات الطموحه. لهالسبب راح يتناول هذا المحور السياسات العامه باعتبارها اداه من ادوات تمكين الابتكار. المحور الثالث اللي هو محور التحول الرقمي، وهذا المحور يعني اللي طاير مثل ما نقول الهوت توبك اليوم على مستوى دول العالم. يتناول هالمحور الموضوعات اللي لها علاقه بالتحول الرقمي، زي كيف نستفيد من التقنيات الرقميه الناشئه زي الذكاء الاصطناعي، انترنت الاشياء، البلوك تشين او كما يعرف بسلاسل الكتل في الاجهزه الحكوميه، وكيف ممكن تسهم تقنيات الثوره الصناعيه الرابعه في تعزيز الابتكار في العمل الحكومي كاحد اهم الادوات. اخيرا وليس اخرا المحور الرابع اللي هو محور المال والاقتصاد. كلنا نعرف ان نظرا لجائحه كوفيد بالتحديد في عام 2020 العديد من دول العالم شهدت مثل ما نقول انكماش اقتصادي، وهذا خلى الحكومات تقدم دعم استثنائي حتى ما يتفاقم هذا الوضع المالي. وطبعا اكيد في السنوات القادمه راح يكون في جوله جديده من الثوره العلميه والتقنيه اللي راح تسرع وتيره التقدم التقني العالمي والابتكار حتى تحدث تغييرات عميقه وجذريه في النمط الاقتصادي في المستقبل ان شاء الله. جميل. طيب برايك ايش هي ابرز الانعكاسات هذا المؤتمر على العمل الحكومي؟ اوه سؤال ممتاز. خلينا نقولها بالطريقه الثانيه. اليوم احنا في عندنا مجموعه واسعه من الخبراء في العمل الحكومي والابتكار وفي القطاع الخاص وممكنات الابتكار من مختلف دول العالم ودول الاقليم وايضا من السعوديه، راح يتواجدوا جميعهم تحت سقف واحد حيتناقشوا في المحاور الاربع، حينقلوا ابرز التجارب، ابرز الممارسات، المقترحات او التوصيات بناء على ما شاهدوه او بناء على ما تعلموه من تجاربهم السابقه. هذا كله راح يثري في انها تصدر، يعني ما ابغى اقول توصيات لانه هو ما هو مؤتمر علمي بالكامل في النهايه، لكن راح تصدر ابرز ما يكون بالتوصيات اللي راح تساهم الحكومات في انها تستفيد منها. وخليني ايضا استشهد بكلمه لسمو سيدي ولي العهد الامير محمد بن سلمان في احد ظهور الاعلام السابق، ذكر وانا اقتبس: نحن نعيش في زمن الابتكارات العلميه والتقنيه غير المسبوقه وافاق النمو غير المحدوده. فقد ينتج عن هذه الابتكارات تحديات جديده مثل تغيير نمط الاعمال والمهارات اللازمه للتاقلم مع مستقبل العمل، مما يستوجب علينا جميعا العمل لمجابهه هذه التحديات، واقامه هذا المؤتمر هي احد هذه الاعمال اللي راح تمكن ان شاء الله الابتكار في العمل الحكومي. أستاذ مهند، كمان خلينا نتكلم عن أبرز الضيوف والمشاركين في جلسات المؤتمر هذا. يعني يمكن اليوم احنا في معهد الإدارة العامة نفتخر في أننا نجحنا في جمع كم كبير وعظيم من الشخصيات القيادية على مستوى الدولة وعلى مستوى الإقليم وعلى مستوى العالم. خليني أعطيكم بس مجموعة بسيطة منهم لأن المساحة يمكن ما تسعنا نذكرهم كلهم. عندنا على سبيل المثال معالي الأستاذ محمد بن عبد الله القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية، معالي الدكتور طارق بن عبد الله الشدي رئيس مكتب إدارة البيانات، أنتوني ميلز المدير التنفيذي لمعهد الابتكار العالمي، جيرد ليونارد هذا راح يكون كينوت سبيكر ومعروف وله مساهمات عديدة على مستوى العالم، عندنا نيلي ليوسك اللي هي سفيرة الشؤون الرقمية بوزارة الشؤون الخارجية في إستونيا، عندنا معالي الدكتور عصام بن عبد الله القيت مدير مركز المعلومات الوطني، الدكتور سيد أحمد بن روان رئيس مجموعة عمل آيزو الأمريكية لإدارة الابتكار، والأستاذ عصام أبو سليمان المدير الإقليمي في البنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعدد كبير جدا من أصحاب المعالي والسعادة على مستوى الإقليم وعلى مستوى العالم. بإذن الله أنه هذا التكامل بينهم راح يثري إن شاء الله الحوار والجلسات، وإن شاء الله راح تكون يعني في توصيات إن شاء الله راح تكون مفيدة من هذا المؤتمر. أكيد. أستاذ مهند، يعني إحنا كلنا نعرف الكثير من المؤتمرات يكون فيها معارض مصاحبة أو فعاليات، لو تحدثنا شوي عن المصاحبين لهذا المؤتمر. جميل. صح مثل ما ذكرتي، طبعا أغلب المؤتمرات عادة ما يكون فيها معرض مصاحب، ومؤتمر الابتكار ومستقبل العمل الحكومي بكل تأكيد ليس باستثناء، راح يكون في معرض مصاحب أيضا متواجد بمشاركة بوثات من مجموعة من الجهات الحكومية، مجموعة من الشركات الخاصة وبيوت الخبرة العالمية، أيضا مجموعة من الشركات الناشئة المتخصصة في التقنيات الحديثة، وأيضا مجموعة من الشركات الكبرى اللي أيضا متخصصة في هذا الجانب. كلهم راح يتواجدوا، راح يعرضوا منتجاتهم، راح يعرضوا خدماتهم، راح يعرضوا أبرز ما توصلوا إليه بالذات الشركات الناشئة من ممكنات تساعد على الابتكار. ومن هالمنبر عندكم في روتانا خليجية ومن برنامج سيدتي أحب أن نوجه الدعوة لكل من يحب أن يشارك ويحضر هذا المعرض المصاحب، أرجوكم زوروا حسابات معهد الإدارة العامة في السوشيال ميديا، تويتر، لينكدإن، في أي مكان راح تجدوا رابط التسجيل، حياكم وبياكم، المكان مكانكم. الله يطول عمرك، شكرا لك أستاذ مهند أبو عبيد المدير العام للإدارة العامة للاتصال المؤسسي وعضو اللجنة الإشرافية، شكرا.
مشاهدينا خلونا نطلع للخبر الأخير ضمن جلسات مؤتمر التقني والمعقد في العاصمة السعودية ليب. أعلن الأستاذ متعب القني الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للأمن السبراني والبرمجة والدرونز أن حجم السوق التقني في السعودية بلغ 140 مليار ريال، وأن المملكة تجاوزت هذا التحول الرقمي وتدخل حاليا نحو التحول الذكي القائم على كيفية استغلال البيانات الرقمية. خلونا نتابع تفاصيل مع زميلتنا عهود نفاعي واللي تواجدت في ثاني أيام المؤتمر. احنا مشاركين في مسابقة اللي هي تبع شركة سوفتوير اي جي، والفكرة عندنا بكل بساطة الشخص اللي خارج نطاق الاتصال لا قدر الله لو ضاع مثلا طالع يتمشى في البر ولا قدر الله غرزت السيارة، فهو يحتاج انقاذ. هذا الجهاز راح يوفر الانقاذ المطلوب، مضبوط؟ فبضغطة زر راح يرسل الاحداثيات من هذا الجهاز الى المنصة اللي تابعة لسوفتوير اي جي، بحيث ان الجهات المعنية راح يرسلون فريق لمساعدة الشخص. صراحة حبيت موضوع انه في بعد حاضنات تطوير الاعمال، يعني لانه حاليا يعني ما شاء الله زايدين كثير في موضوع تطوير الاعمال الاندبندنت اللي هو الستارت اب، فيعني لاحظت في وجود برضو للحاضنات وللجهات اللي مهتمة انها تحضن اللي بادين في موضوع الستارت اب. يعني احنا كنا بالامس كنا نحلم ونتمنى مثل هذه المعارض الكبيرة انها تكون في السعوديه، كانت برا بالسابق، اليوم صارت في السعوديه، صارت اقرب لنا كمهتمين في التقنيه. اليوم كبرى الشركات العملاقه المتخصصه في التقنيه صرت اشوفها قريبه مني، فهذا شيء طيب الحمد لله. نشكر قيادتنا الرشيده على هذا الشيء، ويعني كنت انا بالنسبه لي شخصيا كنت احب قطاع الاتصالات بشكل عام من جميع المجالات، واليوم شفتها عندي، رحت قعدت اليوم معاهم واستأنست واستفدت منهم كثير. اليوم جميع الشركات الكبيره والستارت ابس اللي قاعد تنشا في قطاع التقنيه قاعد اشوفها عن قرب. انا عندي يعني تقنيه، ما دام في مجال التقنيه سويت فكره جديده يخدم الاسره المنتجه كخدمه اجتماعيه لهم، انهم يكون هن مزودين الخدمه لهم للعميل النهائي، توصيل طلباتها وتسويق لهم للأسرة المنتجة. التطبيق الحمد لله الآن فوق 1200 أسرة منتجة حاليا معنا، وإن شاء الله حاليا في الرياض، وإن شاء الله قريب مناطق المملكة إن شاء الله. طبعا المملكة العربية السعودية اليوم مثال يحتذى به في التحول الذكي والرقمي اللي قاعدين احنا نشوفه في كل النواحي ومن كل الجوانب ومن كل الوزارات وعلى كل التخصصات. طبعا هذا المؤتمر اكيد يهتم بمستقبل التقنيات ودورها في ازدهار البشرية، وبصراحة انا جدا فخورة انه المملكة هي المنظمة لهذا الحدث العالمي الضخم، واللي يؤكد على تقدم وريادة ومكانة المملكة في المجالات التقنية والرقمية والابتكار. صحيح صحيح، اتفق معك. يعني مثل هالمؤتمر العالمي واللي يجتمعون فيه كثير ناس من جميع الدول او كثير دول، يعني راح يصير في تبادل خبرات وكلنا فخورين. طبعا نشر الفنان فايز المالكي مقطع فيديو لشاب سعودي يعاني من السمنة المفرطة واللي أثرت على حياته بشكل كبير، فأدت إلى صعوبة الحركة وبالتالي تعطلت الحياة سواء الاجتماعية أو حتى المهنية. وبادر البروفيسور عايض القحطاني أستاذ واستشاري جراحة السمنة والمناظير، الله يجزاه ألف خير على هذه المبادرة، إجراء عملية مجانية لهذا الشاب. وكاميرا سيدتي وكالعادة تواجدت في هذا الحدث مع الدكتور عايض واللي حكى لنا تفاصيل هذه القصة بشكل أكبر. خلونا نتابع التقرير مع زميلتنا عزة الشملاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جماعة الله، أنا وضعي صعب للأمانة، وزني 195 وطولي 163 وأبي أسوي عملية تكميم. شوفي، حالة خليل يمكن تختلف في جزئيتين، جزئية الوزن عالي والأوزان العالية عادة ما هي من الحالات اللي
بعض المستشفيات متعودة عليها، بعض الأطباء متعود عليها، وحتى إلى حد الآن ما زالوا كثير من الناس ما يسوون العمليات للناس اللي أوزانهم عالية، يتطلبون أنهم ينزلون وزنهم إلى درجة معينة ثم يجرون العملية. يمكن من الخبرة الكبيرة اللي موجودة عندنا أن صرنا نتعامل مع حالات أوزان كثيرة، فصار أننا نعرف سواء إحنا كجراحين أو الزملاء في التخدير، فلما يكون في الفريق متعود على إجراء هذه الحالات اللي أوزانها عالية بأمان وسلامة، لا نقدر نسويها إن شاء الله. إحنا لما عملنا له التقييم المبدئي تأكدنا أنه ممكن إجراء العملية له، ولكن بتحضير بسيط، تحضير فحوصات، تحضير إجراء فحوصات القلب، تحضير أيضا من ناحية إنقاص الوزن في البطن يسمونها دهون الأحشاء، من أجل يعطيك أفضل رؤية وأفضل خلينا نقول سهولة لإجراء العملية. يعني عملية خلية أخذت 30 دقيقة تقريبا الحمد لله، ولكن هي ليست 30، هي التحضير ما قبل 30 وأثناء 30 وبعدها، إنه علشان تحصل على هذا خلينا نقول الفرصة اللي فيها كل علامات النجاح 100% موجودة. فالدائرة هذه الحمد لله تحققت بالنسبة لخليل زي ما هو مخطط لها 100%، واليوم الثاني طالع البيت. حالة خليل حالة أخذت خلينا نقول اهتمام كبير من ناحية الإنسانية، وأنا أشكر الناس اللي ساهموا. أنا أمانة يمكن ما يمر إلى حد الآن والله العظيم تجي رسائل وصور والفيديو أرجوك ساعد هذا الشخص، يعني هم ما يعرفون، بعضهم ما يعرف أنه سوينا العملية لسه. فاليوم والله الصباح حتى واحد مرسل من أحد الزملاء في جدة بيرسل يقول بليز أنا أبغى هذا الشخص سويه، أنا أتكفل بتكلفته. فسبحان الله يمكن لدعوة والدين والناس حبوه وإنسانيا ساعدوه. خليني أقول لك يعني شيء جزء إنساني آخر من قصة خليل. أنا في نفس اليوم سوي لي مريض آخر من جدة جاي يسوي عملية، طبعا ما راح ندخل التفاصيل لخصوصية المريض إيش العملية وإيش اللي. وأنا بزور طبعا بزور المريضين، في مرضى آخرين بس زرت خليل، وبعدين رحت زرت خالد، اسمه خالد، كيف حالك أمورك طيبة؟ بعدين قال لي الولد هذا اللي أنا شايفه في السوشيال ميديا خليل أنت مسوي عمليته؟ قلت له مسوي الحمد لله، سوينا معاك أمس وأموره طيبة اليوم. قال أقول لك أولا دعا بالدعوة الطيبة لنا وهذا، وبعدين قال أرجوك بلغه الآن وبشره أنه وظيفته جاهزة عندي الآن. فشوفي قديش طبعا بشرت خليل وبلغته هذا، بس قديش العمل الخيري في الناس. والله من وانا صغير وحسيت معك تقدم العمر، يعني مثلا صرت اواجه صعوبات كثير، يعني مثلا ابسط مثل الكرسي اللي جالس انا عليه حاليا يعني ضيق علينا، مثلا لو بروح احلق عند الحلاق الكرسي حقه يكون ضيق علينا، فصرت احلق في البيت اقصر نفسي. او الوالدة الله يعطيها العافية، والله في واحد ما راح انساه اللي لقيني وانا كنت امشي كل يوم، انا كنت امشي لقيت الادمي هذا، والله قال لي ارسل مقطع لك واشرح فيه عن وضعك، والله وعطيته. وبعده اجى الدكتور عاض القحطاني الله يعطيه العافية في نفس اليوم قال لي تعلي، اجيت له الساعة 2 والله فحصنا وذا وقاس وزني نقصت 7 كيلو من 195 ل 187 كذا، والله فرحت، حسيت ان المشي اللي كنت امشي قبل الفيديو ذا جاب نتيجة، شكرا لله تعالى. وبعده للناس اللي نشروا المقطع حقه، والله في ناس اجوا لي في الواتساب حرفيا ردقوا على جوال، والله ناس ما اعرفهم حرفيا ما اعرفهم، مع ذلك يجلسون يدعوا لي ويدعموني، والله حتى في بعضهم جاب لي أنظمة غذائية، والله الدكتور عاض القحطاني قسم بالله في ناس كثير يقولوا أنت محظوظ حصلت الأفضل في المجال هذا سوالك العملية، والله الحمد لله شكر لهم. برضو الفايز المالكي الله يعطيه العافية، والله ضحكنا في التلفزيون وغير حياتي في الحقيقة بعد الله سبحانه وتعالى. أول شيء شكراً عزة على هالتقرير الإنساني واللي يورينا ويثبت لنا كل يوم مثل هذه التقارير أنه فعلاً الشعب السعودي فيه الخير الكثير، الناس فيها خير لبعضها بدون أي مقابل. شكراً أستاذ فايز المالكي، شكراً دكتور عايض القحطاني، شكراً للشخص اللي أنا ما أعرف مين الأمانة اللي شاف خليل يمشي ويعني بادر في البداية، يعني ما تخيلون قد إيش الموضوع مؤثر إنساني.
الله يجزاكم خير، شكرا لكم، وأكيد نتمنى لك كل الصحة والعافية. مشاهدينا فاصل قصير ومن بعد مكملين. بعد الفاصل، مع نمو سوق البيانات مختص يوضح أسعار بيع معلوماتنا الشخصية فيه. البيانات هي أهم عنصر لنجاح أي حملة تسويقية، فبالتالي فهي معلومات هامة جداً جمعها لأي شركة، ولأن التجارة عرض وطلب، وأكيد سوق جديد ولد يسمى بسوق البيانات، وفيه يتم بيع المعلومات الشخصية بأسعار تتراوح ما بين الرمزية والعالية. في فقرتنا هذه مشاهدينا اليوم راح يعرفنا ضيفنا عن هذا العالم وإيش هي أسعار معلوماتنا الشخصية. خلونا نرحب معكم بالأستاذ علي الشهري، مستشار في الإعلام الجديد والتسويق الإلكتروني. أهلا وسهلا فيك علي. هلا والله معها، وهلا بودي وكل المشاهدين. يعني هذا الموضوع يمكن يكون شوي معقد للبعض، ما هم مستوعبين حجمه، قد إيش ممكن يضرنا وقد إيش ممكن يأثر علينا بشكل عام. كلمنا أول شيء، وش تعريف سوق البيانات؟ وش إيش يعني؟ سوق البيانات هي الآن خلنا نقول أنها شبيهة بسوق البورصة تقريباً. أوكي. وهي إن يجمعون بياناتك أنت اللي تسجلها، ومنها من هالبيانات يتاجرون فيها. بيانات زي إيش؟ يعني أنا واحدة ما أفهم ولا شيء، بيانات زي إيش؟ طيب قبل النقطة هذه بجيبها، بس الشركات هذه يعني الآن حالياً صارت تنظر للشخص كسلعة وليس كمستخدم، عشان كذا بتاجر في بياناته. أغلب هالشركات اللي تهتم في هالمجال هي شركات متخصصة، قد تكون شركات اتصالات، مطاعم، أو حتى جامعات. طيب إيش البيانات بالضبط، أو أهم وأشهر البيانات اللي يجمعونها؟ هي الاسم، العمر، البريد الإلكتروني، الحالة الاجتماعية، تفاصيل دخلك سواء كان عندك دخل ثابت أو دخل مصادر دخل خارجية، حتى التوجهات السياسية يهتمون فيها. أرقام الجوالات، حتى أرقام الجوالات أظن. هذه النقطة الثانية اللي هي وش كنت تقريبا أشهر شيء ممكن صار في السعودية، راح نتطرق له بعدين. قبل شوي نسولف عنه. الأماكن أو الطرق اللي يستخدمون فيها أو يجمعون منها هالبيانات اللي هي متصفحات الإنترنت، ملفات تعريف الارتباط اللي تسمى الكوكيز، البيانات قائمة جهات الاتصال في جوالك. تقريبا هذه أشهر بيانات ممكن يستخدمونها أو يبحثون عنها الشركات. نعم. طيب علي، يعني تباع لمن؟ إيش راح يستفيدون منها؟ طيب هذه تباع لشركات عملاقة بدون ذكر أسماء في السوق، قد تكون منصات التواصل الاجتماعي أو حتى متاجر. هدفهم من جمع البيانات أنهم يكونون فكرة عنك أنت يا المستخدم، وش تتصفح، وش تحب. طيب وش فائدتها؟ أخذ فكرة وبعدين. أوكي صح، وش تكره، وش تحب، عشان يكونون عندك قاعدة. القاعدة هذه تفيدهم، هنا النقطة، تفيدهم في سوق الإعلانات عندهم، عشان يصير سوق ضخم. لما تجي شركة ثانية من عندهم وتعلن، فتستهدف الجمهور المحدد بالضبط، فبالتالي يكون عندهم قيمة أكبر في الأرباح. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي هي مثلا ممكن في بعض التطبيقات حملتيها وأنا حملتها، يكون فيها تصفح صور أو فتح ملفات أو مثلا تصميم صور، فيطلبك بعض التطبيقات تطلبك الأكسس أو الصلاحية الوصول للمايك. خلنا نقول كمثال خدمة سيري، ليش يطلبونك إياها مع أني ما لها علاقة ولا في خاصية أصلا في المايك؟ يعني ما راح تستخدم هالميزة نهائيا. ليش؟ الآن لو سولفنا مثلا، بس سيري إذا أنا ببدأ فيها وأفعلها لازم استخدم المايك أني أنا أسجل صوتي. بالضبط، هذا لو كان التطبيق فيه صلاحيات أو تقدر تستفيد من خاصية المايك، بس التطبيقات اللي نقصدها ما فيها مايك، عشان كذا ذكرت تصاميم فتح ملفات زي البي دي اف وغيرها. لو نسولف احنا الحين مثلا عن الطاوله هذه، ونبدا نسولف ناخذ نعطي انواع الخشب والطاوله والاثاث والديكور، اليوم وبعد اللقاء بساعه او حتى بكره تدخل متصفح جوجل او موقع طاولة اخباري. بالضبط، او اما اي منصات مواقع التواصل الاجتماعي تلقى طاوله قدامك. صح، ترى صارت يعني، لا تقولي ما صارت. صح، حتى ريم تذكر قد مره قالت. الثانيه برضه قائمه الشروط والاحكام اللي نشوفها في بعض المواقع، هذه القائمه غالبا نوافق عليها بدون ما نقرا اي بند فيها. بعض القوائم هذه تعطيك اياها بكل صراحه ان بياناتك هذه
تراها راح نبيعها بالسعر الفلاني، يعني ما بين كذا إلى كذا، يعني محددة مسبقا التسعيرة. طب ما أستفيد أنا؟ لا طبعا لأنه هو جمع بيانات تطلعين بلوش الموضوع لما أعطي معلومات يفرض أنه في هو المفروض بس لا ما في أو فكرة حلوة في بزنس يمكن سمعنا قبل فترة عن فيسبوك، أحد طلع من فيسبوك وتكلم عن هذا الموضوع أو موظفة فيسبوك أيام قبل كم شهر لما قطع الانستغرام والواتساب أظن ما أدري صحح لي المعلومة، في من فيسبوك موظفة طلعت قالت ترى فيسبوك يستخدم معلوماتكم وقالت كلام كثير، هل يحضرك؟ كل مواقع التواصل الاجتماعي عشان كذا ما ذكرت تطبيق أو منصة معينة لازم تستفيد من هذه البيانات. لما تجيك الشركات ما تبي تجيك الشركات على جمهور عام، لا أنا أبغى أستهدف الجمهور، مثلا أنت تهتمين في الأزياء بستهدفك، ما أبغى أستهدف واحد ما له علاقة مهتم مثلا في التصوير، فبالتالي تستخدم هذه البيانات عشان أرباحهم. طب تسعيراتها علي يعني على إيش يبنونها؟ على إيش يعني؟ ليش مثلا أنا أدفع على معلومات هذا الشخص هذا هذه التسعيرة وهذا الشخص هذه التسعيرة؟ طيب هل تتفاوت أو كلها؟ احنا قلنا في البداية أن السوق، فكل سوق عنده منتجات، المنتجات هذه مختلفة وفيها أسعار مسعرة. سوق البيانات نفس الشيء بالضبط، كل معلومة لها سعر. مثلا شخص مقبل على الزواج، هذا سعر المعلومة بحوالي نص ريال. أوكي. لكن شخص اوريدي متزوج، هاي سعر المعلومة 11 هللة. طيب ليش الفرق الكبير تتوقعون؟ هذا بيصرف لسه. عشان ايش؟ هذا بيصرف لسه وراء تجهيز وراء بيت وراء متزوج عنده مصاريف كثيرة. طيب ليش هذيك أعلى؟ يمكن هذاك يقدرون يستغلونه أكثر معلوماته، أنه يكون فاضي 24 ساعة ويدخل كثير مواقع فيقدرون يستهدفون له أكثر. أما المتزوج يمكن ما عنده وقت كثير أنه يدخل على أشياء، فما راح يستفيدون من البيانات حقته كثير. أوكي، كني قلت مقدمة أنا قاعد أسألكم صح؟ ليش سعرها نص ريال؟ لأن الشخص هذا طبيعياً يكون عنده قوة شرائية أعلى، يكون عنده مبلغ بالضبط. إيه صح إيه ما كنت شيء أنا قلت غلط. طيب فعنده قوة شرائية أعلى من الشخص الثاني اللي هو متزوج، خلاص أوريدي في مصاريف، يعني لازم يكون عندك بيت، مواد إلكترونيات وغيرها وغيرها، فلازم أصلاً كذا ولا كذا أنت بتشتري. مثلاً نوع الجنس هذا تقريباً عليه 4 هللات، وش تتوقعون أعلى معلومة سعراً في هذا السوق؟ الجنسية. لا أنت اللي جبتي صح الحين. اللي إيش؟ لحظة عيد. أعلى معلومة سعراً في السوق. أعلى معلومة سعراً. ما أعرف إذا بنت أو ولد. خمني كذا. إذا بنت أو ولد. إيه إذا بنت أو ولد. لأن الحريم أكثر يشترون. لا أعلى معلومة قيمة اللي الحالة الصحية للشخص قيمتها توصل إلى ريال. ليش؟ لأن الشخص هذا خلنا نقول مثال، شخص عنده متلازمة القولون العصبي، القولون العصبي ما له علاج أبداً يعني إلى يومنا هذا، له أشياء ممكن تحسن لكن علاج لا. فالشخص اللي يعاني من مرض سواء كان اللي ذكرناه أو مرض خطير دائم يتمسك بأي أمل في العلاج، فيبدأ لما يعطيهم المعلومة هذه يبحثون، فتتحول عليه المتاجر اللي يعطونه زيوت، فيتامين، أعشاب، فيتامين بالضبط، شو اسمه هذا البكتيريا النافعة، فيستخدمها غالباً بيشتريها، لأن غالباً أسعارها ما بين 20 إلى 50 ريال، ممكن الأغلبية يقدرون يشترونها، عشان كذا هذه تعتبر أعلى سعر. واو. في يعني سوق المعلومات الحين صارت الخصوصية جداً صعبة علينا. سمي الحين صارت الخصوصية جداً صعبة مرة صعبة، يعني صار الموضوع التجارة في البيانات جداً سهل. طب كلمني عن آخر وأشهر منصة تم اختراقها. آخر منصة أو تقريباً آخر 3 أخبار ممكن تكون كانت ترند، اللي هي تطبيق الكلوب هاوس، أنسرق منه تقريباً أو اخترقوا 3.6 مليون بيانات مستخدم، لكن الحمد لله قبل هذا الاختراق أصلاً الدولة الردي حجبت هذا التطبيق. الفيسبوك مثلاً في 2018 اخترقوا 50 مليون حساب، تخيلوا عاد كمية البيانات اللي باعوها والمرابح اللي طلعت لهم من هالبيانات. منصة ثانية نروح لتويتر، تويتر حسيه إلى الآن أقوى منصة تويتر من ناحية الأمان، كلهم يتشابهون تقريبا، بس الفيسبوك كثير تصير عليهم حالات الاختراق، يعني كل فترة نسمع خبر. تويتر صارت قبل سنة، اخترقوا حسابات ناس عندهم ملايين وبدوا ينشرون تغريدة وحدوها، تغريدة هذه رابط محفظة ويقولون لك حول عليها البيتكوين، بيتكوين هذا ورانا في كل لقاء، حول عليها بيتكوين ونوعدك بأرباح تقريبا 40 إلى 50%. بس طبعا المنصة رجعت هذه الحسابات واسترجعت كمية كبيرة من العملات اللي اندفعت.
طب السؤال الأهم علي، كيف إحنا نحمي أنفسنا ونحمي أجهزتنا ونحمي معلوماتنا؟ ما أقول لك 100% قدر المستطاع، عشان يعني حتى الناس ما تخترق حساباتنا، أجهزتنا، إيميلاتنا وإلى آخره. إيش الطريقة؟ بالضبط، الحماية الكاملة في عالم الإنترنت شيء جدا صعب، يعني ما تقدر، بس إنك تسوي الوسائل اللي عليك بكل بساطة، يعني بدون تنظير، اللي هي تحديثات النظام، ونفس حدثها بانتظام. نفس الشيء ينطبق على التطبيقات. كل نظام في العالم لازم يكون فيه ثغرات، سواء الثغرات هذه تكون مع الوقت أو مع التحديثات، فمهم جدا أن يكون عندك تحديث تلقائي لها. تحمل برنامج مكافحة فيروسات، طبعا ما يكون مكرك عشان يشتغل 100%. إيش المقصود بمكرك؟ إيش المقصود بمكرك؟ مكرك يعني ما هو رسمي، ما هو أوريجينال، ما هو أصلي. يجيك كراك يبيعونه، أنت شريت كراك، أخذته معها، أنا أخذته ووزعناه كذا شهر شهرين كذا ويقفل أصلاً. أوكي. وغالباً الكراك ما يستخدم كل الميزات الموجودة في البرنامج. أهم خطوة خاصة منصات التواصل الاجتماعي أنك تفعل طرق التحقق عن تسجيل الدخول، سواء بالإيميل، رقم الجوال، أو حتى تطبيقات التحقق. هنا لو حتى لو قدر شخص يخترق مثلاً حسابك أو حساب بودي، في الأخير ما راح يقدر يتحكم كل صلاحيات الحساب إلا لما تعطيه أنت الكود بنفسك. بس ما شاء الله عليهم، يعني المحتلين والنصابين والله العظيم قاعدين يبهرونا كل يوم، لهم طريقة جديدة في الاحتيال والنصب. إيه. وشو آخر الطرق؟ عشان كذا نحذر كلنا. شوفي، آخر طرق كانت في التقارير. كيف التقارير؟ والاتصالات والمواقع. التقارير يعني قبل فترة شفت إعلام مروج التقرير في قناة إخبارية رسمية عندنا في السعودية، وجايبين التقرير هذا وكاتبين أنه تم تدشين مشروع التداول الرقمي للمواطنين، وهذا المشروع دشنا من الشخص الفلاني ودعم بكم مليار وفرصة الآن. طيب هيئة الاتصالات وش دورها؟ شلون؟ ليش ما تحمي من ذي الأشياء؟ المواقع بالهبل كل يوم موجودة، يعني صعب جدا أنك تقيدها. كانك تقولين أحمي نفسي من الهاكرز. لقى الأمن السبراني الآن يومياً عندهم عمليات الاختراق، في سواء على الجهات الحكومية أو المواقع أو كذا 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 كذا. فهذا التقرير فبركينا فبركة صح، يعني جايبين مقولات وجايبين تقارير وجايبين تدشينات وكذا، وقالوا لك عشان يغرونك ترى في فرصة أنك تستثمر، ونعطيك يمكن 50%، لكن قفلنا الموقع. فالآن فتحنا التسجيل، يلا سجل. في البداية طبعاً يطلبونك بيانات رئيسية، الاسم والرقم والجوال والإيميل، وبعدين يطلبون بياناتك البنكية. أعطيتهم بياناتك البنكية خلاص راحت عليك، وعادي انك تلقاها مروجه في مواقع اخباريه، في جروبات تليجرام او الواتساب، في حتى منصات التواصل الاجتماعي، لان منصات التواصل الاجتماعي همها الفلوس، يعني ما عندها الاهتمام انها تتاكد من احقيه او اهليه وشرعيه هذه المواقع. الثانيه مثلا الاتصالات، اتوقع كلكم جتكم اتصالات من برا. الا صح، كل يوم تجيك من افريقيا، تجيك من جزر القمر وجزر ما ادري وشو. صح. هذه اتصالات لو سألت اللي يتصل، طبعا غلط انك ترد عليها، بس لو سألت اللي يتصل من جبت رقمي، اجابته غالبا راح تقول من شركه تسويق. باعوها له. بالضبط. كيف جتك طيب من شركه تسويق؟ الاكيد انك يعني سجلت في المواقع هذه اللي ذكرناها في البدايه. بس هو شيء بيدق عليه صدق، يعني هو ايش مستفيد يدق عليه؟ اشغلوني ذول السحره يدق، هو يدق عليك انت مسحور، انت مجنون صراحه. في والله العظيم احنا مسحور، انت مسكين، انت سحري، تحول مبلغ. هذا احنا فهمنا وش يبغون، بس اللي غيرهم ذول اللي ما يتكلمون حتى عربي يسحب رصيدك. طيب اذا انا مو رصيدي انا فاتوره يسحب رصيدي؟ يقول لك تعال انت فزت بجائزه. أي. وهذا رابط يرسل لك اس ام اس تدخل عليه وتجيك كذا قائمه موقع وتسجل فيه بياناتك، هو في الاخير يبي يسرقك يعني. فهذه طريقه الاتصالات. كيف وصل رقمك او كيف الشركه هذه وصلت رقمك؟ غالبا قلت لك انك سويت دخلت هذه المواقع وسجلت فيها، يا انك استخدمت تطبيق. التطبيق هذا لما تبغى تبحث عن اسم شخص بدون ذكر اسماء يطلع لك اسم الشخص ذا. هذا التطبيق اول ما تستخدمه يقول لك عطني صلاحيه اخذ القائمه اللي عندك كلها، وبعدين تقدر تبحث. الثالثه او الاخيره اللي هي المواقع. بالصدفه صارت قبل اسبوع تقريبا، واحد من الشباب كان يبغى يشتري جوال، نزل اصدار ودفع الجايه في الطريق، دخل موقع الوكيل، وكيل رسمي عندنا في السعوديه هنا، وحجز. قالوا خلاص حط 1000 ريال هذه قيمه الحجز على بال ما يوصل الجوال. دفع، بعدين شك في الموقع، في شيء غريب، اكتشف انه موقع وهمي، ما هو موقع الوكيل. أوكي. نفسه. ليه؟ لانه دخل عن طريق جوجل، ذكرت صعب بكره ممكن ينحذف الموقع، ينزل بعد دقيقه موقع ثاني. دخل وما تاكد من الدومين، طلع فيه زياده حرف A او S او شيء زي كذا،
وراحت فلوسه. واو واو، يعني مر الموضوع الصراحة يعني أعقد مما توقعنا علي. لكن خلينا نتكلم الحين عن يعني قبل الهوى كلمتنا عن تقرير نشر في صحيفة محلية. طبعا هذا التقرير تم بيع بيانات مفصلة ومحددة، كلمنا أكثر. هذا التقرير نشر في صحيفة مكة وكانت أكبر عملية جمع بيانات صارت في السعودية، وهي 10 ملايين رقم تم تجميعه. البيانات هذه يوم سأل واحد المسوقين لها لقوا أنها مفصلة، يعني من ضمن القوائم الموجودة معلمات في جدة. أوكي. إيه ناوين المعلمات، تعرفين مقرشين شوي. ومهرجان زوار مهرجان الورود الفلاني. نزلاء الفندق الفلاني. بالتالي لما تجيهم شركات سياحية يقولون تعالوا خذوا القائمة هذه حقت نزلاء الفنادق الفلاني. لما تجيهم متجر مثلا ممكن مهتم في أدوات التعليم، صبورة ذكية وغيرها وغيرها، يقولون تعال خذ القائمة الفلانية. فبالتالي قيمة ونسبة أنه ممكن فعلا يتربحون يبيعون عالية. طيب علي، يعني ما في حملات مختصة توعي الناس من هذه الأشياء اللي قاعد تصير وتحميهم؟ في حملات قبل تقريبا شهر أو شهر ونص نزلت حملة كبيرة جدا بإشراف البنك المركزي اللي كانت في سلوغن الهاشتاج حقها لا يبيعونك، فكانت حملة كبيرة وشاركوا فيها كل البنوك. وكانت والله كبيرة يعني، بس يعني يظل عندنا نقص في التوعية، لكن أنا حملها للأشخاص نفسهم وليس للجهات، سواء البنوك أو الجهة المشرفة على البنوك. أنت ما تتعلم، مفروض أنك تقرأ وتعرف. يعني معقولة يجيك رابط بس الواتساب. في أمور بسيطة أنت قاعد تقولها صدق، يعني إحنا نقرأ وكل شيء بس ما ننتبه لها، يعني زي حقت الملفات هذه. يعني انا ادخل اي موقع لازم في هذه الكوكيز، لازم اضغط انه بروف عليه، لازم اني انا اوافق عليه عشان اقدر اتصفح الموقع. بالضبط، هذه تضطر. بس في بعض المواقع مشبوهه اصلا، يعني ما هو بموقع، موقع اصلا عشان يبيع بياناتك. مواقع التصويت والجوائز كم يعني سمعنا كل فتره يطلع لنا يلا عدد متسابقين، يلا فزعوا ولد عمي صوتوا، ودي هذه نشر مواقع لبيع البيانات. غلط انك تسجل فيها، يعني ما انت مضطر انك تسجل عشان تصوت. صادق، بالضبط. صح. المواقع اللي ذكرتها عادي، انت مضطر يعني في الاخير كلنا نسويها. بس لما يجيك احد، معليش اذا تسمحوا لي، يعني لما يجيك احد يقول لك انت فلان 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 وهذا رقم هويتك وهذا، يعني واحد مره يعرفك ويقول لك انت حسابك في البنك الفلاني، نحتاج منك بس هذا الكود اللي بيجيك او الى اخره عشان انت بيصير مثلا نرفع لك الليمت او الكريدت كارد، يعني لهم اساليبهم. كثير ناس ترى نصب عليهم بهالطريقه. بالضبط. شو الطريقه انه اتحقق انه هذا شخص نصاب ما هو بالبنك الصدقي؟ ما اول شيء ما راح يدق عليك البنك يقول لك ترى انت الفلان الفلاني وحسابك الفلان الفلاني، لانه ما في اي مصلحه انه يدق عليك. انت اللي تدق على البنك، البنك ما يدق عليك الا اذا صارت عمليه احتيال عندك في الفيزا، يوقفها وبعدين يتصل عليك يتاكد ترى صارت عمليه كذا 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 كذا، احنا وقفنا بطاقتك، يبلغك. اما انه يطلب منك معلومات، استحاله انه يطلب منك معلومات. صح. اي بنك في العالم مستحيل. استاذ علي الشهري، مستشار في الاعلام الجديد والتسويق الالكتروني، يعطيك العافيه وشكرا لك. الله يعافيك، شرفنا فيك. مشاهدينا خلونا نطلع فاصل قصير ونرجع لكم بعد الفاصل. مريهان الباز او الميكانيكيه السعوديه، تعمل في فورمولا الدرعيه، تكشف عن التفاصيل لسيدتي. في إنجاز غير مستغرب على أبناء هذا الوطن، حققت الشابة السعودية مريهان الباز لقب أول ميكانيكية سعودية تعمل في الفورمولا إي الدرعية كعضو ضمن فريق الريكفري مارش. نرحب مشاهدينا بانضمام صاحبة اللقب والإنجاز معنا عبر سكايب. هلا وسهلا فيك يا مريهان. أهلا وسهلا. مريهان، أول ميكانيكية سعودية ما شاء الله تعمل ضمن فريق الريكفري في العالم، كلمينا عن ما خلف هذا اللقب والبدايات اللي احنا ما نعرفها. طبعا اول ميكانيكيه تعمل ريكفري مارشال، هي مو ريكفري مارشال طبعا، انا في ضمن فريق الريكفري مارشال اعمل كسائق كرين. الريكفري مارشال طبعا هو فريق التدخل السريع، بحال كان في موجود اي حادث في الحلبة، فنحن مسؤولين أولاً أنه نحن نخلي الحلبة عشان ما يضيع من وقت السباق.
وجودي انا في 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 حلبة الدرعية والحلبة الفورمولا اعمل كسائقة كرين اول امرأة في العالم. الله الله عليك مريهان، واحنا جدا فخورين فيك ويعني مساهمتك ومشاركتك في مثل هال خلينا نقول المجال واللي يمكن مستحدث عندنا البنات بالتحديد. طبعا كلمينا طيب من ميكانيكية إلى عضو بفريق المارشل بفورمولا اي الدرعية، كيف تم اختيارك وكيف تقيمين هذه التجربة؟ طبعا أنا كميكانيكية بدأت الميكانيكا من وأنا صغيرة أحبها، كنت أحب أي حاجة لها دخل بالسيارات، كنت أحب كل مجالات السيارات، كنت بقدر الإمكان أحاول أدخل نفسي في كل شيء له علاقة بالسيارات، معارض على أيامينا كان في مجلات، على أشياء مرة كثير كنت أحاول إن أنا أدخل فيها لحبي لمجال السيارات. طبعا مجال الفورمولا ما كان لا على البال ولا على الخاطر، ولكن هي فكرة كانت يعني أول ما عرفنا أنه حيصير في فورمولا عندنا في جدة، طبعا الجميع تحدث عن كبر السباق حيكون وعن أهميته وعن أنه هو حيكون أول سباق عندنا في يقام في السعودية، فكنت حاسة أني لابد أني أنا أشارك في حاجة زي كذا. فلحبي للشيء بحثت كثير، دورت كثير، سألت من هنا من هنا لين قدرت اني انا اوصل للقائمين على 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 الحلبة، على المسؤولين على الحلبة اللي هم الاتحاد السعودي والاتحاد البحريني. طبعا لين طبعا انا ما اخترت، ولكن حبي للشيء اني انا اكون موجودة في اصراري وجودي في وقت التدريب. طبعا انا جيت متاخره جدا على اني انا اسجل في الفورمولا، ف قعدت امسك في شخص واقول له بليز انا بدي اشارك، بليز بدي اشارك. كان في اشخاص معينين ساعدوني اني انا اشارك، مش لاني يلا اخترت باي شيء، لا اخترت لاني مصره اني انا اكون موجوده ميكانيكيه، بحاول اثبت وجودي، بحاول اثبت مكاني، بحاول يعني في حلم في بالي في داخلي، فكنت حابة أني أنا أجري وراء الحلم ده. طبعاً أستاذ جليل، سعد غنوم، الدكتور الأمير عهد، كلهم ساعدوني أني أنا أوصل وأني أنا يعني أكون جزء من حلبة الفورمولا، من الشغل في الفورمولا. أكيد. طيب مريهان، يعني معروف أنه العمل الميكانيكي شوي صعب على النساء، يعني إذا هو على الرجال صعب فما بالك على النساء، لو تقولين لنا أنت وين تدربتي؟ شوفي أنا هذه الكلمة تستفزني جداً. ليش؟ لأنه ما في شيء صعب على مرأة، ولا شيء صعب على رجل، ولا شيء صعب على صغير، ولا شيء صعب على كبير. ياما بنشوف رجل كبير في السن عمره 80 سنة بيسوي أشياء الشاب اللي عمره 20 سنة ما يقدر يسويها، ياما شفنا طفل بيعمل أشياء ما ممكن أنه إحنا نتخيل أنه ممكن أحد يسويها، فهو شيء لا ما نقدر ندخل. مريهان لو مو صعب، لا بقول لك شيء، لو مو صعب مو أنت أول امرأة في العالم، فهذا شوفي صعب. أنا أول امرأة مو لسبب، مو عشانه صعب، أنا أول امرأة لأنه نحن الآن انفتحت لنا المجالات، الملك سلمان ولي العهد محمد بن سلمان. طيب والعالم، طب العالم كله مفتوح له المجال، العالم كله مفتوح للمجال، يمكن إحنا السعودية يمكن اللي توي فتح لنا المجال، طب العالم ليش ما طلع واحدة فيها ميكانيكي؟ يعني هو مو هو ما له دخل علاقتي كميكانيكية في الفورمولا، هي لها دخل علاقتي في سواقة الكرين، الكرين اللي هو السيارة الكبيرة اللي بتشيل السيارات اللي عاملة حادث، هي ما لها علاقة في إني أنا ميكانيكية أو في حلبة، ولكن علاقتها الأكبر بإني أنا بأسوق الكرين داخل الحلبة. ما يمكن ما جاء في بال، يعني ما سمعت أنا إلى الآن، ولكن بيقولوا لي يعني تواصل معي الاتحاد اللي هو العالمي الـ FIA بلغوني انه الان صاروا بيجيبوا بنات بيدربوهم على اساس انهم يكونوا سائقات كريم في الحلبات. مريهان طيب كيف يعني طريقتك لما تردين على الناس اللي فعلا تحكي في هذا الموضوع او تقول لك انت بنت ما ينفع، البنت ناعمه، البنت يعني مو هذا مجالها في المجتمع؟ اكيد صادفتي ناس او بهذا التفكير او بهذا خلينا نقول العقليه، كيف ممكن انك تردين عليهم او كيف تتصرفين في هذا؟ طبعا
أي إنسان في حياته حيلاقي الشخص الداعم له، حيلاقي الشخص الغير داعم له، حتلاقي ناس كتير ترفض وجودك، ناس كتير ممكن تسبك، ناس كتير ممكن تتكلم عنك، ناس كتير تهينك، ناس كتير ممكن تجي قدامك. يعني اليوم أنا حاصل لي موقف قريب من ده الشيء، يعني أنا بوصل عشان أوصل للصالون عشان أعمل الميكب، فسائق السائق اللي كنت راكبة في السيارة عنده كان بيتكلم: أنت ميكانيكية؟ طب قولي لي إيش يعني كده؟ طب قولي لي إيش يعني جيربوكس؟ تعرف إيش يعني جيربوكس؟ طب فبواجه كثير انتقادات، بواجه كثير إنه أنت بنت وأنت ما تقدري وأنت دائما ردي لهم انه صح انا بنت، ولكن في بنات كثير عملوا اشياء الرجال لا يمكن ما يقدروا يعملوها. صح. في بنات كثير وصلوا لاشياء الرجال ما يقدروا يوصلوا لها. كميكانيكيه ما له اي علاقه، انا في خبرتي في الميكانيكا انا بقول لك ما لها اي علاقه الانوثه ولا الرجوله في الميكانيكا. صح. في اشياء في الميكانيكا اثبتت لي الخبره والعمل بيدي اثبت لي انه في الميكانيكا في اشياء الرجل ما يقدر يسويها. صح. المرأة فقط تستطيع تعملها. في أشياء يبغى لها كده دقة، في أشياء صغيرة، في أشياء يبغى لك تدخلي في أماكن ضيقة يمكن يد الرجل الكبيرة ما تقدر تدخل لذا المكان. فما له علاقة بإنه يعني هذا أتوقع إن إحنا وصلنا خلاص 2022 صار في انفتاح في العالم، صارت الناس مثقفة، صارت متعلمة، صارت عارفة إنه المرأة أو الرجل ممكن يدخلوا في كل المجالات ويبدعوا فيها. بنشوف رجال كبار لهم أسامي كبيرة في مجالات الطبخ. صح. ليش ما قلنا إنه هو رجل كيف ما يقدر يطبخ؟ صحيح. لا، الرجل قدر إنه هو يطبخ ويوصل لمناصب أو يوصل لإبداع في الطبيخ. كمان المرأة تقدر تدخل في أي مجال هي حبته وتبدع فيه. صح. لا، وغير كذا أنا أشوف الرجل والمرأة مكملين لبعض، مشاركة في كل شيء في الحياة. طب صحيح. خليني أسألك، يعني ما شاء الله تبارك الله قاعدة أشوف من كلامك تحفيز إنه يا بنات تعالوا ادخلوا هذا الشيء، إيش النصائح اللي ممكن تقدمينها للبنات في هذا المجال؟ أنا دائماً أحب ما أوجه نصائحي بس للبنات، أوجه نصائحي للبنات، للشباب، للكبار، للصغار، لكل الأعمار وكل كل الناس، مش بس للبنات. أحب دائماً أقول لهم إذا في حلم ما في شيء اسمه توليت، ما في شيء اسمه تأخرنا، ما في شيء اسمه ما أقدر، ما في شيء اسمه أخاف. الخوف ضد تحقيق أحلامك، الخوف ضد أنك أنت توقفي وتحقق الشيء اللي أنت حابة توصلي له. أقول لكل البنات لا تفكري أنه هي مهنة رجل أو مهنة يبغى لها قوة أو مهنة يبغى لها بنية جسدية معينة، لا ما يبغى لها. أنا أقول لها في حلم جوة قلبك، أخرجي وتشجعي ولا تخافي، شيل الخوف ورا ظهرك وحتلاقي ناس كتير تدعمك، زي ما في ناس كتير حتوقف ضدك، هم هذول الناس اللي حيوقفوا ضدك حيرفعوكي، والناس اللي حتدعمك حتكون موجودة في ظهرك. فأنا مو بس النساء، لكل العالم، رجل كبير لا يقول خلاص انتهى الوقت إني أنا أجري وراء أحلامي، أو الصغير لا يقول أنا صغير على إني أنا أجري وراء حلمي، لا، روح انطلق. الآن السعودية فتحت لنا مجال نعمل اللي نحن نبغاه. صح. فتحت لنا مجال إن نحن نبدع ونوري العالم هذه السعودية اللي كل العالم تتكلم عنها، كيف 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 مواطنينها شاطرين، كيف قادرين يوصلوا لأشياء يمكن بقية العالم ما يقدروا يوصلوا لها. صح صح 100%، وأنا يعني أتفق مع كلامك بالتفصيل. مريهان الباز، أول ميكانيكية سعودية تعمل في فورمولا إي الدرعية، شكرا لك ونتمنى لك كل التوفيق. شكرا حبيبتي. Thank you. شكرا. بعد الفاصل، هل تقبلين الزواج من شخص أجرى عمليات تجميل؟ طبعاً عالم التجميل يمكن في السابق كان مختص بمعشر النساء، والآن مع التفريق عالم التجميل أصبح للجميع، النساء والرجال على حد سواء، الكبار والصغار ممكن أنهم يعني يستخدمون التجميل بشتى أو مختلف مميزاته. ممكن أنه يكون هوس،
وباب ما ينفتح، لما ينفتح هذا الباب لا يمكن أنه يغلق ويوصل إلى حد الإدمان. والحين صرنا يمكن ما نعرف إذا هذا شكل الإنسان الحقيقي أو خلقة ربي أو في بعض التعديلات البسيطة، ويعني يمكن في ناس حتى ما تعترف أنها سوت عمليات تجميل، أنه لا هذا خشمي طبيعي جسمي طبيعي وإلى آخره، ما نعرف إيش الحكمة لكن موجودين. وعشان كذا مبارك الكويكبي سأل الناس هل ممكن تتزوجون شخص مسوي عمليات تجميل؟ خلونا نسمع آراءكم ما في قول رأيك. والله على حسب، إذا كان هو محتاج العملية هذه مثلاً خشمة مكسور أو تشوه في وجهه أوكي عادي ما عندي مشكلة، بس إذا كان طقطقة وكذا مستحيل أوافق. أكيد إذا هذا الشيء لازم أوكي لصحتها لتكون بشكل أحسن وشكل أفضل أكيد ما في معنى، كل سرور. حسب شنو عمليات التجميل اللي هو عم يعملها، يعني depends. إذا هو كان عنده مثلا عمل حادث لا سمح الله أو صار معه تشوه خلقي وبده يرجع يرد شكله الطبيعي، إنه هيدا شيء نورمال إنه الواحد يعمل عمليات تجميل ويرجع يرد حاله، هيدا شيء كتير طبيعي كلياتنا يمكن تصير معنا ونحب إنه نعمل عمليات تجميل. بس لما بصير عندي أنا هوس مرضي إنه أنا بدي أرجع جدد من حالي وكل شوي غير بشكلي، فلا إنه هيدا صارت حالي نفسية، فما بحس حالي انه انا بقدر اتفق مع انسان هو مش مقتنع بحاله، فكيف بده يقتنع فيي انا لالي؟ فلا يعني حسب الكيس، ديبيندز على الكيس. والله على حسب، يعني في واحده تعمل عمليه تجميل عشان سبب ما، يعني ممكن يكون عيب خلقي كده، انما انها تكون عامله عمليه تجميل وهي اصلا مش محتاجه عمليه تجميل، لا طبعا أكيد لا طبعا. لا والله صعب إني أخذ أحد مسوي عملية تجميل شيء معدل أو مسوى فالمرة، فصعب أخذ واحد مسوي عملية تجميل. الله الله الله، يعني أول شيء شكرا مبارك على طرحك لهذا الموضوع، واللي شائك ويمكن ما بين مؤيد ومعارض، ما بين اللي يعترف ما بين اللي ما يعترف، ما بين المتقبل وغير المتقبل، وما بين الإدمان وما بين الناس اللي تسوي بطريقة صحيحة ولائقة. يمكن عجبتني بعض الردود وأتفق مع بعضها، ما أدري عنك يا ودي إذا تتفقين مع بعضها أو لا. في بعض الأحيان الناس توصل لدرجة الإدمان، بعض الأحيان توصل لدرجة التشوه، توصل يعني سوري على الكلمة بس يصيرون مسوخ، كأنه ممسوخ ما هو إنسان. صح. من كثر الشدشدة والتنفيخ يعني تحسينه مخلوق فضائي ما هو بآدمي، سواء بنات ولا شباب. أنا مو قاعدة يعني أتكلم عن فئة معينة، بالنسبة لي أشوف أنه الموضوع طبيعي إذا كان شكله مقبول ومرتب ومو نسخة مكررة من الآخرين. يعني أنا أحب الشخص يحتفظ بالكاركتر حقه، يحتفظ بملامحه الأساسية اللي ربي خلقه فيها، هنا أقدر أقول عنه إيه go ahead، سواء بنت أو رجل تقدر تسوي إذا هذا الشيء راح يزيدك فوق جمالك جمال، أما غير كذا إذا وصل هوس لا شكرا وقف. أي والله وقف. أنا شوفي، أنا أشوف أنه إذا البنت أو الولد إذا راحوا عند الدكتور الشاطر صدقيني ما راح يكونون مسوخ، دكتور استشاري يعتبر في التجميل، مو ماخذ دبلوم ويتعبث في وجه خلق الله. هنا الفرق، ماخذ دبلوم يسوي عمليه، لا لا في دكاتره مو شرط عمليه، ممكن تعدمكي فيلر ينضرب بطريقه غلط في الوجه يعدمكي حقن الدهون، هذا صح حقن الفيلر في الوجه ممكن يعدم الوحده يخليها مثل الكب كيك. صح. عرفتي؟ فلازم الواحد لما يروح يختار دكتور تجميل، يختار دكتور تجميل شاطر فاهم، دارس تشريح الوجه، دارس تشريح وتفصيلة الجسم، حتى زراعة الشعر لازم يكون دارس كلها في التفاصيل. يعني أنا شفت ناس كثيرة مشوهين في زراعة شعر، وهو أبسط شيء في التجميل، يعني نقدر نقول تلاقي إنه شكله مرة غريب، الجبهة شكلها غريب، هي تبي تصغر شبهتها، فما أدري أنا أشوف كذا، يعني هذه وجهة نظري. بالنسبة إنه أنا هل أقبل شخص مسوي عملية تجميل، ما يهمني هو مسوي عملية تجميل أو مو مسوي عملية تجميل، كثر ما يهمني داخلياً، لأن أنا أشوف ما في أحد شين، ما في بنت شينة، ما في رجل شين، في أخلاق شينة، في تصرفات تكرهك في الشخص وتشوفينه شين لو هو أجمل جميل. فأنا لما أشوف إنسان مسوي عملية تجميل ومهتم بنفسه بالعكس بصفق له وبدعمه وبساعده سواء كان بنت أو كان ولد. أما شغل إنه أنا ما أقبل واحد رجل مسوي عملية تجميل ما يهمني، أرفض بنت مسوي عملية تجميل ما يهمك، أنا كذا أشوف. صح. لا شوفي أنا أرجع وأقول إذا كان هذا الشخص مقبول شكله بالنسبة لي مقبول،
أنا ما عندي مانع عادي، بالعكس يعني كلنا نحب الجمال. صح. والجمال شيء مطلوب طبعاً. الله جميل يحب الجمال 100%. فالجمال حلو أنك تشوفين كذا شيء الصباح، شيء يفتح النفس، وجه يفتح النفس، ولا يكون غريب. يعني في بعض، يعني شوفي أنا كمان عندي فلسفة شوي في هذا الموضوع، معلش تحملوني. أنا ما أحب الرجل الجميل، تخيلي ما يجذبني الرجل الجميل نهائي، اللي يجي جميل فعلا. شفتي المودلز كيف وجيههم تحسينها رسمة؟ هذا ما أحس. أوكي حلو تفرج عليه، بس أنه مستحيل أرتبط فيه، ما أحس. أحس الجمال أكثر شيء للبنات. الرجل حلو يكون رجل شكله مقبول، وجهه مرتب، نظافة، يعني تحليقه كويسة، جسمه كويس، صحة كويسة، بشرة كويسة، هنا أنا أقول لك هذا رجل بمعنى الكلمة. أما في رجال اليوم للأسف، وهذا رأيي الشخصي الصراحة، صايرين يبغون يصيرون جميلين، صايرين ينافسون زوجاتهم، صايرين ينافسون زوجاتهم في التكساس وفي المدري إيش. يعني أحس هنا لا، نقول في مبالغة شوي في الموضوع. شوف إذا التكساس، إذا هو وجه مثلاً نحيف مرة وحط تكساس، شوف في ناس مقبول عنهم. أنا يعني أنا وش قلت في البداية يا أودي؟ قلت لك إذا كان مقبول بالنسبة لي، أنا مو ضد التكساس، أنا ضد إنه يكون أوفر واضح. صح، أوفر واضح. بس لما تشوفين شخص، في ناس نشوفهم سواء بنات ولا شباب، ما تدرين هو مسوي، هي مسوية، هم مسوين، ما اللي مسوي يبين عليه أحس. لا لا لا، ما يبين، ما يبين. في ناس ما يبين، ما يبين يا أودي. لو أحكيك، شوفي لما تتكلمين مع شخص مثلا فاهم لا في التجميل بيطلع لك. لا لا لا, 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 لا أنا أطلع مثلا مها، يعني هذا رأيي. أنا أطلع أي شخص مسوي تكسس أو هذه عظمة وجه. أنا مسوي تكسس ولا لا؟ سؤال. إيه لا تخيلي لا، بس انت مسوي الدقن اللي هنا، اللي هنا مو اوكي. هذا مو تكساس، هنا مو تكساس. انا اتكلم على، انا لو اوريك صور والدتي قبل الفيلر وقبل التكساس نفس رسمه العظمه، واقول لك شيء مو انت، يعني انت يمكن ما مسكتي وجهي، طبيبه مسكت وجهي قالت لي ما هالتكساس حقك رهيب، مين اللي مسوي لك اياه؟ قلت لها دكتوره مو في تكساس، عظمه، فعليا عظمه. فهمت ايش اقصد؟ في ناس يعني تشكين، ما تدري. يعني في ناس كثير اشوفهم مثلا اقول الله خشمك حلو وانا مسويته، تقول والله ما سويته، هو فعلا تطلع ما سوي. او العكس صحيح، اقول لها مثلا خشمك لما تشوفين الشخص تفرقين، شوفين من غير ميك اب. بالضبط تطلعين. بالضبط بالضبط. فحتى انا يعني الرجال ما يحطون ميك اب يعني، بس انه بس في دقن يغطي كل شيء الدقن. ولو ما عنده دقن وش بتسوي؟ تطلعين كل شيء لو ما عنده دقن. مو دكتور شاطر. عموما انا مع الجمال، مع الزين، مع الاهتمام بالنفس، ما يمنع طالما ما هو يعني اوفر، طالما ما هو فيك. يعني انا هذه وجهه نظري بشكل عام، ما 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 احارب، بالعكس طالما هذا الشيء بيزيدك جمال حلو، بس لا يصير هوس، لا يصير اللي لازم اسوي شيء. صح. بس هذه هي نقطتي في الموضوع. بس ما بعض الاحيان زي البوتكس الفيلر تحتاجين انه انت دورية. لا لا، هذه اجراءات يا اودي طبيعي. في بعض الناس تقول لك لا، انه حتى البوتكس والفيلر بهذه الطريقه يشوفونه هوس. يعني زي احنا مثلا، احنا كمشاهير لما دائما نصور احنا رايحين العياده وقاعدين نسوي بوتكس كذا، يقول لك بالغتي كثير، انت مره صار فيكي هوس تجميل. لا مو هوس تجميل، هذه محافظه، هذا اهتمام، انه انا احافظ على نفسي، احافظ لما انا كذا اعصب شوفوها ما في تجاعيد، ما في شيء. هذا الشيء اللي احنا قاعدين نحافظ عليه يعني. صح. يعني انا اشوف البوتوكس والفيلر اليوم يمكن صار زي تنظيف البشره، زي الماسكات، زي اللي يعني لازم بشكل دوري. بس اهم شيء بعد، في ناس بعد يبالغون بالبوتوكس والفيلر الصراحه، يمكن كثير انا اشوفها على الاجانب، اغلب مصممين الازياء اللي يجون كبار بالسن. صح. رجال تحسين انه وجهه غريب، بالغ هنا. أنا بالغ. أقول لك غريب ليش؟ لأنه مسوي عملية شد وضايف عليها بوتكس، فتحسينه كذا ما يتحرك، كذا مشبص وجهه. مشاهدين لو بنتكلم أنا ومها على هذه المواضيع بنطول معاكم، خلونا نطلع فاصل ونرجع لكم بعد الفاصل. كيف أكتشف عيوب ذاتي وأتخلص منها؟ من أصعب الأمور والأشياء اللي ممكن تمر علينا أنه نعترف أو يعترف أي إنسان بعيوبه، رغم أهمية هذا الأمر لنمو وتطور شخصياتنا، إلا أننا ما نعترف فيها، ويمكن حتى ما نعرف وش هي عيوبنا. والناس أنواع، نوع ما يعترف في عيوبه ولا أصلا يعرفها، ونوع يصنف كل صفة فيه بأنها عيب ويقع في دائرة جلد الذات الدائمة. اليوم مع ضيفنا راح نتكلم عن طرق اكتشاف عيوبنا. حياك الله أستاذ علي الفيفي. أهلا وسهلا ومرحبا فيكم جميعا، ومساءكم أناقة ولباقة ولياقة،
وتحية لكم ولسيدات المشاهدات والسادة المشاهدين. الله يسعدك. كيف نكتشف عيوبنا؟ سؤال عميق، وإذا كان هذا الافتتاح فمعنى القادم حيكون دسم. كيف نكتشف عيوبنا؟ خليني أعطيك إياها من أكثر من جانب إذا تسمحي لي. أول شيء حلو أن نكتشف إيجابياتنا قبل ما نركز على أن نكتشف العيوب اللي موجودة فينا. ليش؟ لأن العيوب قد تكون مصنفة من الآخرين مو مصنفة مني أنا، وبناء عليها هم صنفوها عيوب، بس يمكن من وجهة نظري أنا مو عيب، فتختلف يمكن على مستوى الثقافة، البيئة، المكان اللي أنا موجود فيه، الدولة اللي أنا موجود فيها، من زاوية لزاوية مختلفة، فعمقها مرة كبير. إذا حنا نبغى نركز عليها بشكل أقوى نحتاج أنه نعرف بناء على إيش أنت سألت نفسك أو جاوبت نفسك أنه هذا عيب. فكيف أكتشف عيبي؟ لازم أول شيء أكتشف ذاتي أولاً وتصالح معها وأقرب منها، بحيث أني أنا أعرف إيش الشيء اللي موجود داخلي، لأنه ملامسة الألم تنعش الأمل. طب أحتاج أني أكتشف شيء موجود داخلي عشان يفتح لي الصور بشكل أكبر. طيب يعني أنت كمدرب شخصي، هل تشوف الشخص اللي قدامك تقدر تميز إذا هو شخص متصالح مع ذاته أو شخص لا من تجربة؟ جميل، سؤال جدا رائع. قبل ما أكتشفه هل هو شخص متصالح مع ذاته، أحتاجه هو يكتشف هل هو متصالح مع ذاته أو لا. خليك منه هو الآخرين. أنا أسألك أنت كشخص خبير في ذي الأمور وواجهت أكيد ناس كثير. صحيح. هل تقدر إذا مثلا قعدت مع شخص طالب منك مثلا استشارة في موضوع ما وجاء قعد معك، هل راح تستكشف أنه هو شخص متصالح مع ذاته أبدأ الخطة العلاجية معاه بسهولة، أو أنه أقول هذا شخص عنيد أحتاج وقت معه؟ لا، أحتاج أول شيء السؤال واضح وعميق، بس أحتاج أني أوضح أن جزئيتي اللي أنا أتكلم فيها ما أتكلم كمعالج نفسي، أتكلم كمستشار تنمية بشرية. الشخص اللي موجود أمامي هو جاي راغب في أنه ينتقل من مرحلة إلى مرحلة تطويرية في اكتشاف ذاته أو تطوير ذاته، بحيث أنه ينمي المهارات اللي موجودة عنده، فهو جاي من رغبته. فأنا حكتشف من خلال الأسئلة كثر صراحته مع ذاته بشكل أكبر، وكثر تصالحه مع ذاته بشكل أوضح، ومن خلالها يقدر فعلا يكتشف نقاط قوة يمكن قد يكون متجاهلها ومركز على نقاط ضعف جالسة تذكر له، سواء من قبله هو أو من قبل الآخرين. فهنا خلاص وضح الهدف اللي من خلاله ممكن تستمر الجلسة لتحقيق الهدف اللي هو يبغاه المستفيد. حلو. طب خلينا نتكلم أستاذ علي عن أهمية أنه الشخص يعترف بعيوبه. ليش إحنا اليوم قاعدين نفتح هذا الموضوع في سيدتي ونتكلم فيه ونوعي الناس ونقول لهم اكتشفوا عيوبكم يا ناس، هذا شيء إيجابي، وإيش أضرار في المقابل إذا أنا ما اكتشفت عيوبي أو ما اعترفت فيها؟ طيب، إذا جينا نشوف أهمية فعلا اكتشاف العيوب اللي موجودة فينا، في شيء أهم منها، أنه النفس البشرية كل شخص يعتبر بصمة مختلفة عن الشخص الآخر. 100%. فلا تتوقع إذا شفت في الآخرين نقاط قوة أو نقاط في وجهة نظرك أنها تعجبك أو أنت تحبها أنه مو موجودة عندك. لا، عندك برضو حاجات جميلة جدا المفروض أنك أنت ما تتجاهلها، لأن الآخرين يتمنون أنها موجودة عندهم. فالمفروض أني أركز على نقاط القوة اللي موجودة عندي، اللي مشكلة بالنسبة لي قوة عالية، وحتساعدني في أني أتجاوز التحديات في العيوب اللي أنا أشوفها عيوب بالنسبة لي. فحتكون عندي أدوات، من خلال الأدوات هذه اللي هي نقاط القوة اللي موجودة عندي، أن أنا أتجاهل وتجاهز أتجاوز العيوب اللي أنا قد أشوفها في نفسي. مزعجة؟ إيه مزعجة. جلسات كثيرة نعملها مع أغلب المستفيدين والمستفيدات، أغلب الناس جالسين يقول ما أعرف نفسي كويس، أحتاج أعرف ليش أنا مثلا غير صالح. طيب أوكي، أنت غير صالح مثلا دراسيا، بس أنت صالح مهنيا ومبدع، غيرك غير صالح مهنيا بس أنه صالح دراسيا، صالح مثلا على مستوى الأسرة وتربية أبناء غيرك. فتختلف من شخص إلى شخص، نحتاج أن نكتشف بصمتنا إيش هي اللي من خلالها أنا حصنع بصمة وأثر لي قبل حتى ما تكون للمجتمع. يعني ما وضحت لي أستاذ علي أضرار إذا أنا ما اعترفت بعيوبي، إيش ممكن يصير لي؟ كيف يأثر تراكمات حياتي؟ كيف؟ تراكمات، حتكون عندي تراكمات، لأني أنا جالس أعيش بشخصية خليني أقول لك متكررة أو مستنسخة من الآخرين.
لأن العيوب هذه أنا جالس أكتشفها أنها موجودة فيني فعلياً عمقها أكبر من أنها موجودة فيني العيوب هذه. أنا أشوفها أنها مزايا عند الآخرين وأنا أتمنى أنها موجودة عندي فحتتراكم عندي الأمور إلين أوصل في مرحلة من المراحل أني أرى نفسي أنا غير صالح في أي شيء، فأنا متجاهل الإيجابيات اللي موجودة عندي، فاستنسخت عندي في عقلي الباطن أني أنا جالس أشوف العيوب هذه لأني جالس أشوف والله فلان عنده سيارة أحسن من سيارتي، والله فلانة عندها وظيفة أحسن من وظيفتي، والله فلانة متزوجة وأنا للحين ما حد تقدم لي والله، فأنا جالس أبني فتتراكم عندي تتراكم عندي لين تشكل عندي داخليا أني أنا غير صالح أو أنا ما أنفعل شيء أو أنا ما فيني أي شيء ينفع، أشوف أني تكملت عدد. وهذا الشيء بيأثر طبعاً على حياة الشخص ونفسية الشخص انعكاسية سلبية المهنية والاجتماعية انعكاسية سلبية بحتة. طيب أستاذ علي، بعض الأحيان يكون للي حولنا تأثير في أني أنا ما أقدر أستكشف عيبي أو أنه يكون عيبي وأسمع ناس مطبلة لي، يعني بعض أولياء الأمور أو الأهالي تشوف في ابنها مثلاً عيب معين تشوف أنه حلو عادي يجنن، فما تقدر أنت تكون متأثر في استكشاف عيبك. كيف ممكن أنه أنا أطلع من السرب وأحاول أستكشف عيبي؟ بس منشان أفهمك بشكل أوضح، الـ الـ الابن أو الأم المقصود بالسؤال؟ الابن. كيف أقدر، كيف هو كابن يطلع من هذا أو الشخص يطلع من هذه الدائرة دائرة التأثير ويقدر يكتشف عيوبه؟ طيب نحتاج أمانة الأمور كثيرة بحيث أننا أصلاً نكتشف ذاتنا منشان ما نوصل للمرحلة هذه بأعمار مختلفة، سواء عن طريق مقاييس معينة أو عن طريق مثلا جلسات كوتشينج أو استشارات أو المقاييس كثيرة اللي تحدد لي الجزئية هذه. بس إجابة على سؤالك، أنا أحتاج أن يكون أنا عندي فلتر داخلي، لأن الانتقادات أو الامتداحات اللي تجيني في عيوبي قد تكون ثلاث أقسام، قسم صادق وقسم صادق ويشوب عليه بمبالغة كبيرة المبالغة في الشيء هذا، وقسم غير صادق تماماً ومبالغ فيه. فأنا أحتاج إيش الشيء اللي أنا أستقبله وإيش الشيء اللي أنا أتجاهله، إيش الفلتر اللي موجود عندي بحيث أني هذا أنا عارف نفسي. إحنا نقلنا نركز على فعلاً نكتشف ذاتنا بشكل أوضح وبشكل جيد، لأنه من خلالها أنا حقدر أفلتر إيش المعلومة اللي فيني صادقة، بالعكس أستقبلها وبسعة رحب وأطورها. صح، يعني قدمت لي هدية. الشيء اللي أنا أحس أنه مبالغ فيه لأني أنا عارف نفسي كويس أحتاج أني فعلا أتجاهله مشان ما يزعجني أو ينعكس حتى على مودي كامل. الشيء اللي غلطان في المعلومة اللي قدمها لي أو في انتقاده تجاهل. أحيانا لما نواجه شخص أو حتى إحنا عشان ما نكون يعني نكون بشكل حيادي نتكلم أكثر، نواجه شخص ما عزيز وغالي علينا بعيوبه، يا فلانة أنت تسوين، يا فلانة أنت كذا، يا فلانة أنت عصبية، يا فلانة مثلا في الشيء الفلاني ما هو كويس أو صفة سيئة فيك، ونقول هذا الشخص اللي هو عزيز علينا وأكد أنه عزيز عشان ما يأخذ أز انتقاد، نتواجه دائما بالرفض أو أنه غالبا بالعناد، يصير يحتد الموضوع، ممكن تصير مشكلة. كيف إحنا نقدر نوصل فكرة أنه أنت يا فلانة فيك هذه الصفة ولابد أن تتغير بدون ما نجرح، بدون ما يأخذونها بشكل شخصي، بدون ما يزعلون مننا، وقدر المستطاع يتقبلونها، يتقبلون هذه، ما أدري أقدر أسميه انتقاد أو لا، هو مش انتقاد، هي حقيقة صفة. إيش الطريقة الصحيحة؟ طيب هل هو من اللي يحتاج أنه يتقبل الانتقاد؟ هل هو المنتقد أو المنتقد؟ المنتقد لازم يتقبل، أوكي، والمنتقد لازم يقولها بطريقة صح. إيش الطريقة الصح؟ جميل، اللي إحنا نوصل لها هذه الفكرة، نقول لها صفة شينة أو صفة سلبية بس بطريقة إيجابية. طيب كيف؟ من اللي يهمنا أول واحد، هل هو المنتقد أو المنتقد؟ المنتقد. المنتقد؟ والله أنا يهمني مثلاً صديقتي تهمني، أختي تهمني، أبغى أوصل لها بدون ما أزعلها. جميل. كيف؟ فإذا أنا المنتقد ويهمني أني ما أدخل في صراعات مع الآخرين أو في نزاعات أو في حساسيات من الأمور هذه، فأحتاج أني أول شيء أستوضح منه إيش الطريقة المثلى اللي يشوفها هو مناسبة، بحيث أني مثلا ما أصير في السلبية اللي هو يشوفها بالشكل هذا. أوكي. بس الأهم
أنه قد تكون من وجهة نظرك أنت أنها عيب، بس قد تكون من وجهة نظري أنا مو عيب. ليه؟ لأنه بصمتك أنت تقول لي أنه هذه الشغلة عيب، بينما بصمتي أنا لا، والمؤيدين لها كثير. خليني أعطيك إياها بشكل أعمق كثير. يعني إحنا من اللي يهمنا أول شيء؟ يهمنا الشخص نفسه والذات، لأنه بناء عليها أنا عندي ثلاث أشخاص. خليني أقول عندي أنا وذاتي وعندي الآخرين، فأنا أحتاج أني أنا كيف أنا أتعامل مع نفسي، كيف أتعامل مع الآخرين، كيف أشوف الناس جالسين يتعاملون معي. فأنا من تعاملي مع نفسي رقم واحد أقدر أبني علاقاتي مع الآخرين، وأقدر أتعامل في المقابل برضو مع الآخرين بالشيء اللي أنا عرفت نفسي فيه بشكل أوضح. أرجع لسؤالك، أنا الآن في السؤال هذا عندي معرفة في نفسي كويس، وقبلت الانتقاد وصنفته وين حودي، هل هو صائب هل هو مو صائب، بحيث أني مثلا ما أدخل في صدامات ونزاعات، وفي المقابل سألت الشخص اللي أمامي إيش الطريقة المثلى في وجهة نظره، وفي المقابل ممكن أني أنا أوضح له أنا وجهة نظري اللي موجودة عندي، بس مراشقة بأنه أنت فيك السلبية الفلانية أو أنت فيك السلبية الفلانية لا، لكن بشكل عام لازم نؤمن أنه كل واحد منا كل ما عاش على طبيعته بشكل أوضح، كل ما تقبل نفسه بشكل أقوى، وحيتقبله الآخرين بزينة وبشينة، يوضحون له السلبيات اللي موجودة فيه بس بطريقة حوارية جميلة ورائعة، بعيدا عن التراشق، لأنه زي ما قلت لك قد تكون في وجهة نظرك بس يمكن في وجهة نظري أنا لا، بعيدا عن النرجسية ممكن في وجهة نظري أنا لا. صح. طيب أستاذ علي، نحتاج نصائح ذهبية لاكتشاف عيوب الذات بطريقة ما يدخل فيها جلد الذات ولا يدخل فيها غرور. إذا كنت حوجه نصائح ذهبية في الجزئية هذه، أنصح 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 من الأعماق، لأنه نسبة كبيرة جدا 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 من الجلسات اللي نعملها في مجال الاستشارات أو في مجال الكوتشنج بشكل عام، أغلبها أنا ما أعرف إيش أبغى، ولا أدري إيش الشيء اللي موجود فيني نقاط قوة أو الشيء اللي موجود فيني نقاط سلبية. كل منا موجود فيه نقاط قوة لا تعد ولا تحصى، ولكن حنا مشغولين دائما بالنقاط الضعف اللي موجودة فينا، لأن حنا شايفينها في الآخرين، فانعكاسها علينا ينعكس بشكل غير جيد، وتخليني أتجاهل المعلومات الإيجابية والقوات اللي موجودة داخلي ممكن أستخدمها كأسلحة. المقاييس كثيرة دولية ومعتمدة ومجربة، نسبة كبيرة منها أنا مرخص ومعتمد فيها، غيرت حياتي أنا على مستوى الشخصي بشكل كبير، اكتشفت نقاط القوة اللي خليتها تغطي على نقاط الضعف إذا كان في نقاط ضعف، مع العلم أنه ربنا أحسن خلقه نقول نقاط تطوير. وفي المقابل موجود عندنا وكثرة، والثقافة ارتفعت في الفترة الأخيرة بشكل مو طبيعي، كثرة المستشارين في الموضوع هذا المتخصصين والمعتمدين، كثرة الكوتش المعتمدين والمتخصصين في هذا المجال. أستثمر في نفسي، لأني أنا لاهي في استثماري يمكن في شغلات ثانية يمكن ما تنعكس علي، أو يمكن مو نقاط القوة أنا جالس أطورها بالشكل الصحيح، يمكن نلاهي بشيء ثاني. فحلو أني أكون أنا بالشكل الواقعي والحقيقي، وخليك في حالك، خليك في حالك، طور نفسك وركز عليها واطلع للناس بكامل حلتك وبكامل جمالك. طب الحين يعني كمان من الأسئلة اللي دائما نسمعها للأمانة بخصوص هذا الموضوع أستاذ علي، اللي هو كيف أفرق بين الانتقاد أوكي وبين العيوب؟ هل هو فعلا عيب موجود فيني، أو هذا انتقاد من باب سخرية، من باب حقد، من باب حسد، من باب كثير ناس؟ صحيح. للأمانة اليوم نشوف على السوشيال ميديا، خليها أقرب مثال لأنه على الملأ، نشوف ناس يحطون مثلا كومنتات المتابعين، أحد قال كلمة مو كويس أو أحد انتقد شكل كلام أسلوب أيا كان، تجي تقول إيه عشانكم غيرانين مني، عشانكم حاسديني، عشانكم ما أعرف إيش. طب ليه ما يكون فعلا هذا عيب فيك فعلا ويتفق عليه الكثير من الناس؟ ما هو انتقاد عشان هي غيرانة منك ولا حاسدة، وممكن يكون فعلا غيرانة منك وحاسدة. كيف أنا أفرق أعرف بين هذا وهذا؟ طيب أكد لك جزئية أن كل واحد منا بصمة مختلفة، ويشوف الأمور بالطريقة
اللي تناسبه. صحيح. فقد يكون انتقاده في محله وقد يكون انتقاده في غير محله بس انه يناسب شخصيته. اوكي. فاغلب اللي جالسين يظهرون مثلا نسبه كبيره منهم يظهر خليني اقول يمكن بنسبه استصناع عاليه يظهر لك بشكل اصلا مو شكله الواقعي او مثلا يظهر برفاهيه معينه او صحيح. او واقع مثلا يكون مختلف. فانا احتاج اني اول شيء فعلا الشخص هذا انه يكون فعلا صادق مع نفسه حيكون اقرب لقلوب الناس اكثر، لانه الشيء كل ما طلع من جواتنا كل ما لمس المشاعر بشكل اقوى. وفي المقابل اللي جالسين ينتقدون لا يتوقعون انك حتقدر ترضي الناس كلهم، رضا الناس غايه لا تدرك 100%. فانا احتاج اني انا اعرف اول شيء انا اصلا كيف حتى اتعامل مع المواقف الاخرين اللي موجوده فيني، متى اعرفها؟ شلون اتعامل مع الناس اللي حولي حواليا، مزاجات مختلفه، ظروف مختلفة، أنماط مختلفة، أشكال مختلفة. إذا أنا عرفت أتعامل مع نفسي فأنا أحتاج أني أنا أصلاً أعرف شلون أتعامل مع نفسي ومع الآخر وكيف أخلي الناس فعلاً يتعاملون معي. العميق الموضوع مطول تشعبي بشكل مو طبيعي، لكن بساطته بحيث أنه فعلاً نبسطه قبل ما نلهي نفسنا بالآخرين نحتاج أن نلهي نفسنا بأنفسنا. 100% صحيح. أستاذ علي الفيفي مدرب مستشار تنمية ومواهب وتطوير ذات، شكرا لك، شكرا جزيلا لتواجدك اليوم معنا. شكرا جزيلا لكم وأنا ممتن لكم وسعيد بحضوري معكم. كل الكلام اللي قلناه لا يعني النرجسية، لا يعني الغرور، لا يعني التكبر، كثر ما هو يعني فعلا نحتاج أن نبدأ من الداخل ونتصالح مع أعماقنا بشكل أكبر لجل فعلا نكون قريبين من نفسنا وقريبين من الآخرين. شكرا جزيلا لكم وشكرا جزيلا للسادة المشاهدين والمشاهدات. شكرا مشاهدين، فاصل قصير من بعد نكمل. بعد الفاصل نادين والنادرة نادر أختان يبدعان في مجال التمثيل وعرض الأزياء ويحصدن الإعجاب والإشادة. وصلنا معكم مشاهدينا لفقرة المواهب وتسليط الضوء على مجال المواهب واللي دائما نشوفه. طبعا اليوم تسليط هذا الضوء راح يكون مع أختين مبدعتين في مجال موهبة التمثيل وعرض الأزياء، وحصدوا من خلال محتواهم على الآلاف من المتابعين والإعجابات. خلونا نتعرف عليهم أكثر معكم مشاهدينا ونرحب بتواجدهم معنا بالاستوديو. طبعا نرحب بنادين والنادرة نادر، نجمات صاعدات في مواقع التواصل الاجتماعي، أهلا وسهلا فيكم. يا أهلا. طبعا نادين أنت الكبيرة. أيوة. والنادرة أنت الصغيرة. أول شيء نبيكم تعرفون المشاهدين على أنفسكم، كل واحدة تتكلم عن نفسها. تفضلي نادين، ما أنك الكبيرة يعني. أنا الموديل نادين نادر، عمري 12، صف أول متوسط. أوكي. بسم الله على قلبك. والنادرة؟ أنا اسمي نادرة نادر، الموديل نادرة نادر، عمري 8 سنوات، بصف 3 ابتدائي. ما شاء الله. ونعم كلها. ونعم فيكم وإن شاء الله يعطيكم طولة العمر. يعني هذا المجال الحين ما شاء الله يا أودي صايرين فيه بنات كتاكيت وقاعدين يعرضون مواهبهم علينا، وإحنا جدا مبسوطين فيكم. لا مو بس يعرضون مواهبهم، صايرين تنافسونا والله العظيم. يعني ما شاء الله لبس وحركات وأشياء. خلوني أسألكم، كيف العودة للمدارس الحضورية؟ حلوة. يعني كيف حسيتم؟ أحلى أنك تروحين المدرسة تصحين بدري ولا تقعدين عن بعد؟ على المدرسة، لأن نشوف صحباتنا ومعلماتنا. وأنا على الحضوري أحلى. أنت الحضوري؟ أيوة. كلكم متفقين الحضوري ما شاء الله عليكم. طبعا لازم، عندهم طاقات وعندهم صديقات. صح. لازم يروحون يشوفونا أودي. طيب يعني خلينا نسألكم هذا السؤال لازم إحنا طبعا نسألكم، كيف قررتوا تدخلوا مجال الشهرة، مجال السوشيال ميديا؟ يعني كل واحدة لما عرفت عن نفسها قلتي أنا الموديل نادين وأنا الموديل النادرة. إيش الفكرة؟ من اللي طرح هذه الفكرة عليكم؟ أنا من زمان، من أنا صغيرة أحب التصوير وأحب هذه، عندي هواية من أنا صغيرة، وبابا شافها فيني هو وماما. ولما رحنا المهرجان اللي هو الجنادرية كنت لابسه لبس تراثي واشتهر هذا الفيديو. يعني انا كان مصوره فيديو واشتهر. كم كان عمرك وقتها نادين؟ يمكن 10 سنوات. ايوه برابع. اوكي.
كنت برابع وانتي نادرة الثالث. لا ما كانت تدرس. ايوه ما كنت ادرس هذاك الوقت، ما كنت مشهورة. اول هي اول وحدة، هي اول وحدة انشهرت. أيوة. ايوه بعدها ما كنت تغارين منها انها هي منشهرة قبلك؟ ايوه كنت تغارين منها شوي صح؟ أيوة. تحسين انا ليش ما اصير امام مشهورة؟ قد قلتي لامك كذا؟ ايوه. طيب وش كانت ترد عليك؟ كانت ترد علي ان انت لسه صغيرة، اذا كبرتي راح ادخلك مجال الشهرة. واول ما دخلتم وشفتم اقبال الناس عليكم كيف كان مشاعرك يا نادين؟ يعني شيء مره حلو لان انا قاعده اقدم شيء انا احبه والناس بعد اعجبوا يعني فينا وكذا. مره كان شعور مره حلو. حتى انا كنت مره مبسوطه واشوف الناس كل ما يجون يتصورون عندي انبسط بزياده. طب كيف يعني ايش المواضيع اللي تتكلمون فيها على السوشيال ميديا نادين؟ كيف تختاري المواضيع؟ من اللي يختار لك؟ وش تصورين في يومياتك؟ انا عندي يوتيوب قناه فننزل مواضيع للمجتمع. زي ايش؟ زي مثلا الكورونا نزلنا زمان، وزي كثير صراحه نزل، وبعد التنمر وزي كذا. وفي تفاعل يعني شايفه تفاعل. أيوة. من الناس. ايوه توصل الملايين. اوكي حلو حلو. ومين اللي يساعدك في كتابه هذا المحتوى؟ ماما ولا بابا؟ لا طبعا انا اقدم تحيه او شكر لمروه مصورتي، هي اللي تصورنا وهي اللي معانا. وبعد اشكر بتول. أيوة. هي اللي تكتب السيناريو لنا وهي اللي معانا متفاعله. مروه وبتول اكيد اكيد يعطيهم العافيه. طيب قد سبق انكم انتم نزلتم شيء في السناب؟ انا دائما اسال هذا السؤال للبنات الصغار اللي يجون عندنا. قد سبق انكم انتم نزلتم شيء في السناب ماما زعلت عليكم او قالت احذفوه وما يصلح تسوون كذا؟ لا ما شاء الله كل شيء مرتب يعني. لانكم تنزلون على سيناريو محدد، كل شيء مراقب من تحت ماما صح؟ أيوة. ما يتم نزول السيناريو الا اذا ماما وافقت عليكم. ايوه ماما وبابا. نادين والنادرة نتمنى لكم التوفيق يا رب تصيرون اكثر مشهورات لا قوه الا بالله. يعطيكم العافيه. مشاهدين نطلع فاصل قصير ونرجع لكم بعد الفاصل. مسرحية سطح البيت تقدم عرضا ينشط الخيال وحس المغامرة عند الأطفال. سابقاً أو في بداية هذا الأسبوع استعرضنا معكم مشاهدين قرار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، واللي صدر بتكليف الدكتورة ليلى القاسم وكيل للتخطيط والتحول الرقمي لمدة عام كامل. وحول هذا التمكين والتكليف يسعدنا أن تنضم لنا عبر الهاتف الدكتورة ليلى القاسم وكيلة التخطيط والتحول الرقمي بوزارة الشؤون الإسلامية. مساك الله بالخير دكتورة ليلى. مساك الله بالنور. هلا حياك الله. بالبداية لو تحدثين أكثر عن توليك لهذا المنصب كأول وكيلة بوزارة الشؤون الإسلامية منذ تأسيس الوزارة. صحيح. في البداية بالنظر إلى ملف توظيف المرأة في وزارة الشؤون الإسلامية نرى أنه تقريبا لا يتجاوز العامين أو حول العامين، فالوزارة خطت خطوات ثابتة ومتسارعة في ملف توظيف المرأة وتمكينها. نعم. طبعا يأتي هذا التكليف خلال الفترة الزمنية القصيرة يعتبر سابقة، بل سبقت وزارة الشؤون الإسلامية في هذه المدة القصيرة بتكليف تكليفي كوكيلة للوزارة للتخطيط والتحول الرقمي كأول منصب تكلف في امرأة في وزارة الشؤون الإسلامية. طبعا هذا التكليف في البداية تقدم لمعالي الوزير الشيخ دكتور عبد اللطيف آل الشيخ على هذه الثقة الكريمة بتكليفي بهذا المنصب، وأسأل الله العون والسداد. طبعا يأتي هذا التكليف امتدادا لعناية وتوجيهات القيادة حفظهم الله مولاي خادم الحرمين الشريفين وفقه الله وولي العهد الأمين، بإيمانهم بقوة المرأة وثقة بقدراتها وإمكاناتها. ولي العهد أعلنها صريحة، ذكر أن المرأة عنصر مهم من عناصر قوة المرأة. صح. بتمكينها بالحرص على الفرص المناسبة لها وإيمانا بدورها في وإسهامها في تنمية المجتمع والاقتصاد. ورأينا المرأة عطاءها في جميع القطاعات على جميع المستويات وعلى مستوى القيادة بشكل خاص. نعم.
دكتورة ليلى، كلميني عن الجهود اللي تبذلها الوزارة لتعزيز دور المرأة في المناصب والمهام القيادية بقطاعاتها ووكالاتها المختلفة. مثل ما ذكرت سابقا أن الوزارة على مدى السنوات القصيرة دخول أو توظيف العنصر النسائي فيها، إلا أنها خطت خطوات متسارعة سواء كمية أو نوعية. من حيث العدد نرى أن العدد يتزايد بل يتضاعف، وفي خطط أساسا بتضاعف الأعداد. بالنسبة للمناصب القيادية، نرى المرأة في وزارة الشؤون الإسلامية تولت منصب رئيس قسم ومديرة إدارة إلى منصب وكيلة وزارة للتخطيط والتحول الرقمي. نعم. فيعتبر هذا إنجاز للوزارة وسابقة. أكيد وجود وتمكين المرأة اليوم صحيح. إحدى وأهم خطط، خلينا نقول رؤية سمو رؤية سيدي المملكة 100% سمو سيدي ولي العهد ورؤية المملكة في جميع القطاعات بلا استثناء. طب دكتورة، خلينا نتكلم في إطار تطوير العمل الإداري بالوزارة وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين وتعزيز مبدأ الشفافية، إيش أهم النقاط اللي يرتكز عليها في التخطيط والتحول الرقمي بالتحديد اليوم؟ صحيح. إذا نظرنا إلى دور الوزارة الخاص، فالدورها خاص في خدمة الإسلام والمسلمين سواء على المستوى المحلي أو الدولي. فالوزارة بقيادة صاحب المعالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ حفظه الله تضع رؤية المملكة أمام عينها 2030 والأهداف الاستراتيجية للرؤية، تعزيز القيم الإسلامية، الهوية الوطنية، تعزيز القيم الوسطية، التسامح، تعزيز الانتماء والارتقاء الوطني. كل هذه نضع اهتمامنا في التخطيط الاستراتيجي لتحقيق إن شاء الله مستهدفات الوزارة. طبعا الخدمات المقدمة للوزارة نسعى إلى تيسيرها للمواطنين، تيسيرها وتقديمها وتطويرها وتقديمها من خلال الخدمات الإلكترونية وتفعيل الحكومة الرقمية بمشيئة الله. دكتورة ليلى القاسم، وكيلة التخطيط والتحول الرقمي بوزارة الشؤون الإسلامية، شكرا لك وشكرا للمداخلة. ننتقل الآن إلى زميلتنا عهود النفاعي واللي صورت لنا جانب من مسرحية الأطفال سطح البيت المقامة في موسم الرياض ضمن جهود هيئة المسرح والفنون الأدائية لإثراء القطاع وتمكين المواهب المسرحية. خلونا نتابع. فكرة هذا العمل ميزته أنه بين نوعين مختلفين من الحياة، حياة حقيقية وواقعية وحياة خيالية، شيء من الخيال. وهذا الجميل في هذا العمل، بحيث أن الممثلين ليس كالعادة اللي في مسرحيات الأطفال أنهم يروحوا في الغابة، في العادة إلى غابة، في العادة إلى حيوانات، هم حيروحوا إلى عالم غريب وفيه من هذا الشيء ولكن بصورة مختلفة تماما. فالخيال اللي في هذه المسرحية هو أجمل شيء بصراحة في هذه المسرحية. طبعا أنا أمثل دور مريم اللي هي البنت اللي تحب تخاطر وتحب المغامرات. طبعا هي راح تنتقل لعالم غريب، راح تحاول وتتصرف أنها تطلع. وصراحة الدور أنا مرة عجبني لأنه يمثل شجاعة، يمثل حب المغامرة، حب التطلع. أنا هذا الشيء، هذا شخصيتي نفس الشيء، فما تعبت يعني وأنا قاعدة أحاول أتقمص الدور أو شيء، لأن يعني قاعدة أعيش نفس حياتي يعني. تمام. ويعني مرة عجبني الدور يعني، وأنا قاعدة أمثل أنا قاعدة أستمتع، وكمان يعني عاجبني طاقم العمل كلهم، مرة حاب المسرحية. خلدون شخص خايف زي اللي يصير بالمسرحية. أنا أخو مريم اللي هي ولا يعني أنا وياه زي اللي حواراتنا أغلبها مع بعض، مدام أختي يعني زي اللي مرتاح على حواراتنا يعني الحمد لله. ويعني شخصية يعني هي من نوع، هي أنا عكسه، هي تحب المغامرات أنا عكسه، أقول خلينا نجلس نضمن البيت زي كذا، مرتاح مع طاقم العمل لأن الحمد لله لأن ثلاثة شهور يعني ثلاثة شهور، أول أسبوع أكيد بروفة الطاولة والشيء هذول، بعدين خلاص بدأت الحمد لله. الله وفقني بفريق عمل مرة رائعين. بالنسبة لحفظ الأدوار ما شاء الله عليهم سريعين. يجي دور المخرج في عملية الاختيار الشخصية المناسبة في المكان المناسب، يعني سواء من ناحية العمر، من ناحية الجسم، من ناحية طبيعة تقبل الدور، نوع الدور، شرير، خير. شكرا
شكرا زميلتنا عزة الشملاني على هالتقرير وتقاريرك اللي دائما تقدمينها لنا. معليش يا جماعة، نهاية أسبوع سعيدة وأكيد نهاية الحلقة لازم الواحد. صح نسيت اليوم الويكند حقي. يا الله ذي اللي بتحكني عين. ما شاء الله. لا حقيقي يعني انبسطت كثير أودي معاك بهالحلقة، شكرا لك. أهلا وسهلا. وأكيد شكرا مشاهدينا على حسن المتابعة، بنشوفكم بكرة في نفس الموعد. لكن قبل ما نودعكم لازم نذكركم وكالعادة بمستعجل معليش، نذكركم وكالعادة بالمشاركة معنا على هاشتاج البرنامج والظاهر أمامكم على الشاشة. نشوفكم بكرة في نفس الموعد، في أمان الله.